بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي تلفزيون النهار، أهلا وسهلا بكم أينما تكونون. لقاء جديد ومباراة من مباراة دوري القسم الثاني موسم 2016-2017 هنا من ملعب الأسيوطي. ننقل لكم الوصف والتحليل والتعليق على مباراة تجمع بين فريق الأسيوطي وفريق المدينة المنورة في إطار الأسبوع الخامس عشر من بطولة القسم الثاني. مباراة لا تقبل القسم على اثنين، العديد يتابع هذا اللقاء من أجل المتعة، والعديد يتابع هذا اللقاء من أجل الصعود. فالأسيوطي يمتلك من النقاط 38 نقطة في المركز الأول، والمدينة المنورة في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة. المدينة المنورة جاي ومناوي ان هو يؤدي النهاردة مباراة قوية ويؤدي ان هو يجيب الثلاث نقاط، لكن الأسيوطي عنده كلام ان هو بينافس وبيكون موجود في الدوري الممتاز ويكون بعيد كل البعد عن أقرب منافسي فريق الجونة وسوهاج والعديد من الفرق. الأسيوطي في المركز الأول مشاهدينا برصيد 38 نقطة. بيخش النهاردة المباراة بالزي الأصفر لحراسة المرمى شريف مدحت، بيلعب اتنين ستوبر محمد إبراهيم ومحمود شعبان، أحمد فتحي ناحية يمين، محمد رمضان من ناحية الشمال، نبيل دونجا اتنين في وسط الملعب 14 ووليد عادل جنبي رقم 8، معتز محروس قدامهم النهارده وبيلعب بخطة 4-3-2-1. معتز محروس 17، محمد عبد المنعم 15، ومحمد عنتر رقم 22، أما في الهجوم اللاعب مصطفى بليا 27. ده تشكيل فريق الأسيوطي بنقوله لحضراتكم. أما فريق المدينة المنورة النهارده الضيف لحراسة المرمى وائل حمدي، بيلعب النهارده بالزي اللبني فريق المدينة المنورة، الفريق اللي قادم من محافظة الأقصر. حازم محمد رقم 5، أحمد هارون رقم 3، مصطفى لوكا رقم 7 باك يمين، محمد شرف رقم 17 باك شمال، 2 ديفندر عمرو أبو القاسم 22، محمد ثروت 4 بيلعب 2 النهارده، جناح يمين رقم 19 سعد السامي، شمال محمود عطيته رقم 8، هيثم شعبان قدامهم سكند سترايكر 30، أما حسام حسن رقم 9 في المقدمة أو في الهجوم. هنقول بقى دكة بدلاء الفريقين لحضراتكم. دكة البدلاء هنبدأ بقى بالمدينة المنورة لحراسة المرمى عصام محمود، أيمن دبور 26، ومحمد حمدي عمر رقم 15 ده بيلعب يا جماعة ستوبر، وأحمد خلف 29 سنتر ميدفيلد اللي هو في نص الملعب، عمرو الجبلاوي 20، وكريم وهيب 6، واحمد حمدي 25 ده بيلعب مهاجم. اما بقى هنقول لحضراتكم فريق الاسيوطي اللي النهارده بقى بنقول لحضراتكم دكه بدلائه مكونه كل من محمد طلع الجول كيبر 25، مهند لاشين 19، حسام عبد الواحد 7، يوسف جمال 10، فورماس ماندي اللاعب رقم 3 القادم السنغالي بقى السنغالي الاصل الفرنسي الجنسيه يعني غينيا الاستوائيه، اللاعب بقى اللي احترف اللي قادم من فريق ايدن ديما سبورت التركي الى فريق الاسيوطي، هشام نيمار 35 سنتر في موت صلاح. دي بقى كده قلنا لحضراتكم التشكيل وقلنا لحضراتكم الاداء، وهنشوف بقى مباراه بنتمنى ان احنا نشوف مباراه تليق بحجم الفريقين، لا سيما وان فريق الاسيوطي مباراته هي كلها متعه في متعه، مباراه يا جماعه بنقدمها لكم ايه؟ بيقدم شغل خمس نجوم وبيقدم ان هو عنده امكانيات تقدر ان هي تكون موجوده في الدوري الممتاز. طبعا لسه المشوار بعيد، لسه الامكانيات ما نقدرش نقول مين اللي هيصعد ومين اللي هيكون موجود، لكن الاسيوطي يعني بنقدر نقول على بعد خطوات ان هو يكون متواجد في دوري الدرجه الممتاز او بنسميه بقى الدرجه الاولى او دوري الاضواء والشهره. قلنا حضراتكم دكه الفرقتين، هنقول بقى الاجهزه الفنيه. الجهاز الفني لفريق الفريق المدينه المنوره بركات ابراهيم، مدير فني عبد الكريم عبد الحكيم مدرب عام، مدرب حراس مرمى كابتن شوقي عيد، صلاح عز مدير الكوره، مصطفى النجار مدير اداري، الدكتور احمد عزت محمد اللي هو طبيب. اما فريق الاسيوطي كابتن ايمن المزين اللي عنده بقى يعني بنقول لحضراتكم ارقام، ايمن المزين بقى المدير الفني اللي مشهور في دوري القسم الثاني مع نادي الشرقيه للزازيق اللي صعد بيهم للدوري بمجموع 19 مباراة بدون هزيمة، تخيلوا حضراتكم 19 مباراة بدون هزيمة، كابتن أيمن الميزاني المدير الفني الحالي لفريق الأسيوطي، حتى الآن هو لاعب مع فريق الأسيوطي بالمناسبة 14 فوز واثنين لعب 14 مباراة عفوا 12 فوز واثنين تعادل، ما خسرش أيضا في ولا مباراة،
يعني هذا الرجل لا يعرف معنى الخسارة، هو تعادل اه، مكسب اه، الخسارة ما تلاقيهاش موجودة عنده. سمير سعد مدرب عام، مصطفى مشير مساعد مدرب، مع كابتن سيد شلبي مدرب الحراس، احمد سلامة مدير اداري، عادي خالد مرجان اخصائي اصابات، اما وائل حبيب مدير الكرة، ومحمد عاطف اللي هو علاج طبيعي. هنشوف بقى المواجهة بين بركات ابراهيم بقى على الخطوط اللي هو المدير الفني للمدينة المنورة والكابتن ايمن المزين. قلنا حضراتكم التشكيل بقى، وقلنا الدكة، وقلنا المديرين الفنيين. هنروح بقى للمباراة، وقبل ما ننسى بقى طبعا طاقم التحكيم النهاردة بقيادة عمرو احمد الشناوي حكم منطقة القاهرة اللي هو حكم ساحة، بيعاونوا اسامة سيد مساعد اول، سيد نافع مساعد ثاني، والسيد فرج حكم رابع. تحرك لمحمد عنتر اللاعب اللي قالوا ان هو ممكن يروح سموحة، في كلام من فرج عامر والحاج محمود الاسيوطي حول هذا اللاعب من اللعبة المميزين النهاردة، محمد عنتر اللاعب اللي بيلعب النهاردة يا جماعة لصفوف فريق الاسيوطي. هتشوفوا اسامي كتير، وهتشوفوا مباراة، هي مباراة من جانب الفريقين، يعني هي مباراة بنقولها لحضراتكم خارج الخطوط، ومباراة يعني في أرضية الملعب للفرقتين. الفرقتين عندهم إمكانيات كتيرة نقدر إن احنا نشوف فريق المدينة المنورة، أي نعم هو في المركز الحداشر يهمه الفوز، وفريق الأسيوطي طبعا في المركز الأول يهمه الفوز للتأكيد. كرة ملعوبة لفريق المدينة المنورة عند اللاعب سعد سامي، سعد بيلعب ناحية الشمال عند محمد شرف، محمد شرف قدام عند اللاعب رقم 22 أبو القاسم، أبو القاسم ناحية اليمين عند لوكا، مصطفى لوكا، مصطفى لوكا بيقف على كرته مصطفى، بيرجع لحازم محمد، حازم بيلعب اماميه. طبعا التعليق النهارده للمباراه امام من امام الميكروفون معكم المعلق الرياضي محمود السعدون، من المباراه عبر شاشه تلفزيون النهار، الشاشه المميزه اللي بتعمل اولى خطوات ما يسمى بدوري الدرجه الثانيه. اول مره تشوف دوري الدرجه الثانيه على الشاشه، ما عادش في مظاليم مع قناه النهار يا جماعه، ومع استاد بلدنا، ومع كل الناس المحللين طبعا، كوكبه كريم حسن شحاته حدث ولا حرج، مع الفايز ثروت، مع زميل فايز ثروت، في موجود العديد من النجوم اللي هم موجودين في الاستوديو التحليلي بقى، هتكلم جمال حمزه، كابتن جمال عبد الحميد، محمد صديق النهارده موجود معانا في الاستوديو، معانا نجم وليد صلاح الدين، كل ده موجود على شاشه قناه النهار اللي طبعا متذكرينها بكل جميل وكل جديد، وبتنقل اولى المحطات او اولى بقى اللي هم بيسموه دور الدرجه الثانيه. ما عادش بقى عندنا دور المظاليم في قناه النهار، المظاليم كله هيتشاف، والفرصه جت لكل اللعيبه، يعني اللعيب مش محتاج ان هو يتعمله سي دي بقى ويسوق نفسه من التلفزيون، تقعد تتفرج عليه، وده كان واضح يعني. ونتيجه لكده محمد عنتر اللي قدامنا ده سموحه طلباه، مش اكيد يعني ان هو شافوه على من خلال سيدهايا، لا ده هم تابعوه من خلال شاشه قناه النهار، واتفرجوا على دوري القسم الثاني، واتفرجوا على لاعب بحجم محمد عنتر اللي النهارده هنشوفه هيعمل ايه هو ورفقه زملائه. ركله مرمى لفريق المدينه المنوره مشاهدينا الكرام، وائل حمدي. وائل حمدي زي ما قلت لحضراتكم هو حارس فريق المدينه المنوره، اللي النهارده بقى هنشوف الاسيوطي هيقول ايه. كره اماميه عند اللاعب حسام حسن، حسام، لكن مقطوعه عند نبيل دونجا، نبيل ناحيه الشمال عند لوكا، مصطفى لوكا تحضير، لكن مقطوعه عند وليد عادل، وليد تحضير من وليد محمد عبد المنعم، بيلعب اماميه عند عنتر لاعب بقى، هل بقى سيكون اسم على مسمى، راجل بقى قائد الكفاح وعنده تحركات وعنده امكانيات، ده اللي نقدر نشوفه في هذا اللقاء المثير. كره ناحيه الشمال بيعدي، لكن اطول من اللازم من اللاعب هيثم شعبان، اللاعب رقم 30 في صفوف فريق المدينه المنوره. الدفاع عند محمود شبانه بيحضر مع نبيل دونجا، نبيل ناحيه اليمين عند احمد فتحي، احمد لعنتر، عنتر لعيب، بصوا عنتر يا جماعه، بصوا لعيب شايل سيفه بيقف على كورته، يا سلام عليك يا شناوي حكم اللقاء، بصوا قريب من الكوره، اللمسه بتقول ان هو ما فيهاش اي حاجه، وده الالتحام اللي بنطلبه في الكوره اماميه. بص التحرك لازم يكون قريب من اللعبه، لازم بيقول لك ايه، عمودي على اللعبه، لما يكون عمودي في بعض الحالات بيكون الحكم ما بيكونش عمودي، بياخد اللي هو بيكون الكوره على يمينه، اللي هو بياخد التحرك ان الكوره تكون في صدره والمساعد يكون في صدره، اغلب الكرات كده، لكن العمودي ان هو في بعض الاحيان ما ينفعش يبقى كيرف يعني. تاني في لعيب وقع على الارض من المدينه المنوره، اعتقد اللاعب محمود عطيته لاعب المدينه المنوره وقع على الارض، اللاعب رقم 8 ولا مين يا جماعه، ولا حسام حسن؟ لا والله ده اللاعب رقم 4 محمد ثروت الديفندر. الديفندر بيلعبوا النهارده بخطه 4-4-2، واما فريق بقى الاسيوطي بيلعب ب 4-2-3-1، 4-3-2 يا جماعه النهارده
4 3 2 1 بيلعبوا بيها، يعني الفرود الصريح، وبيسقط تحتيه واحد بيسموه سكند سترايكر اللي هو بيعمل امداد وتمويل، اللي هو محمد عنتر ومعاه محمد عبد المنعم النهارده بيعملوا بقى امداد وتمويل. زي نظام بقى ايه بقى الباص اللي هو المستطيلي بقى، والنظام اللي هو الشغل الامكانيات اللي معودهم عليهم المدير الفني الكابتن المزين. كره ناحيه الشمال تحضير لفريق الاسيوطي النهارده بالزي الاصفر، مجموعه الصعيد النهارده ادي كده في تدخل لكن ما فيهاش اي حاجه، حكم اللقاء ادي العرضيه هيطلع الدفاع عند اللاعب احمد هارون في لعيب وقع على الارض، اكيد الكره طلع بيطلع محمد ثروت وقع اللاعب رقم 7، كان في تداخل ما شفناش بشكل واضح مصطفى لوكا، دي بتبان في الاعادات وعمل صوت ان في تداخل اللي هو بيسموه ما يسمى بالتهور، لكن حكم اللقاء قريب قال ما فيهاش اي حاجه على الاطلاق. زي ما بنقول لحضراتكم النهارده المباراه لا تقبل القسمه على 2، ده دوت بنسميه واقعي، لكن حقيقيا ممكن تقبل القسمه على 2، ممكن اي فريق ياخد النقطه ليه لا، لكن الفرقتين ده عايز يكسب وده عايز يكسب. ان كان الطموح عند فريق الاسيوطي هو الاكثر، ان كان الطموح ادي عدى حسام، وحسام وادي التصويب، حسام عدى من وسط ثلاثه، عدى من وسط ثلاثة حسام حسن، الكرة بتحبه عدى بشكل حلو، لكن الفينشنج بقى أو بنسميه النهاية في التصويب ما كانتش بالشكل اللي هو اللي كان يدل عن 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 جمالية أو حيثية الهجمة الماضية. كرة ناحية اليمين عند مدحت رقم 24، اللاعب المميز جدا اللي بيلعب مدحت، أمامية مدحت، بيطلع عند الدفاع محمود شعبانة، شعبانة ناحية اليمين أحمد فتحي، ادي احمد فتحي بيلعب بكرايت على اسم على مسمى على فكره، لاعب النادي الاهلي احمد فتحي ومنتخبنا الوطني هو اسم على مسمى في نفس المركز يعني ونفس الرقم بالمناسبه 24، لكن احمد فتحي في المنتخب 7 وفي الاهلي 24، لكن انا بقول اسم على مسمى من ناحيه الكنايه وليس الحقيقه، يعني بكنيه باللاعب احمد فتحي لاعب النادي الاهلي الباكي من النهار. كره تحضير ناحيه الشمال عند اللاعب محمد رمضان بيسموه العرايسي، اللاعب رقم 23، اماميه ثاني العرايسي، موصولة عند اللاعب هيثم شعبان، هيثم مقطوع عند اللاعب رقم 14 نبيل دونجا، ادي نبيل لسحمد فتحي بيسموه سحمد، يعني اللعيبه بتاعته بتقول له يا سحمد مش عارف ليه، ممكن يكون لقب السير، ادي في فاول وتدخل، بص بقى المساعد رابط مع برافو المساعد، المساعد لما تلاقي مساعد بيلعب في الدوري ممتاز يا جماعه بيسهل على الحكم في القرار، يعني الحكم لو ادى فاول ممكن يدي فاول 80% شايف و20% بالاحساس او العكس صحيح، لكن لما الحكم يصدق على كده الحكم من جوه بيرتاح، وده صحيح في عالم كره القدم ان يكون في تناغم وتواصل بين المساعد الاول او المساعد والحكم بشكل خاص، مش المساعد الاول عشان الناس ما تقولش المساعد الاول بس هو اللي بيعمل المساعد الثاني، لا لا كل حاجه، ويا مش ممكن لسه تاني لا لسه في خطيره ولسه عنتر والتصويب وجول، الله على الهدف الاول، يا سلام يا سلام يا سلام، يا الله على الكلام، جول اول للاسيوطي من خطا دفاعي قاتل، الاسيوطي يتقدم مشاهدينا الكرام بهدف حلو، يا الله على اللقطه، يا الله على الكوره، هدف جميل جميل، يا سلام يا محمد يا عبد المنعم، محمد عبد المنعم بيحط هدف حلو، خطا دفاعي ساذج من المدافعين بقى هنقول احمد هارون اللي هو خطا مع الحارس مشترك وائل حمدي، كان يعني قال لك ان الحارس ما فيش كلام ما فيش تواصل، لكن يا سلام يا محمد يا عبد المنعم، عرضيه من عنتر، محمد بيحط الهدف الاول والاسيوطي، وادي عمرو بيحسب فاول وركله حره مباشره، عمرو احمد الشناوي حكم اللقاء، يا سلام على الجول الاول، يا الله يا الله على فرحه الواحد صفر، الاسيوطي يتقدم مشاهدينا الكرام مشاهدي التلفزيون النهار اينما تكونون، هدف اول للاسيوطي هنا في ملعب الاسيوطي، يعني الملعب اللي فيه متواجد في منتجع حاجه سياحيه حاجه جميله جدا من احد مدن الصعيد بمدينه بني سويف، منتجع الاسيوطي، هدف حلو الهدف الاول بقى متابعينا الكرام متابعينا مشاهدي التلفزيون النهار، هدف جميل، محمد عبد المنعم بيقص الشريط وبيحط الهدف الاول لفريق الاسيوطي 1-0، ادي الكره العرضيه، هل المدينه بقى هيرجع بقى ولا هيعمل ايه؟ هيرجع لاحداث اللقاء ولا هيشوف الاسيوطي هيدعم ولا المدينه هيستسلم لاراده فريق الاسيوطي والريتم هيكون موجود؟ 1-0 مشاهدينا الكرام، هدف اول، المزاين يتقدم على المدينه المنوره بالاداره الفنيه لكابتن مختار. اماميه ثاني، كره ناحيه اليمين ملعوبه لحسام حسن، يطلع الدفاع. ثاني ناحيه اليمين احمد فتحي. فتحي للدفاع عند محمود شبانه. شبانه بيلعب اماميه متابعينا 1-0 حتى الان. ناحيه اليمين عنتر، عنتر شايل سيفه
ومجهز الرمح ومجهز كل حاجه. النهارده عنتر محمد بن عنتر اللاعب الجميل اللي عنده امكانيات. بقول لكم يا جماعه سموحه ده في اكتر من لاعب في الدوري الممتاز، وهو ده الصح. لما تتعاقد مع لعيبه عندهم امكانيات، امكانيات الدرجه الاولى، تقدر تستريح فيما بعد. ما تعملش زي فرق احد الفرق اللي هي بتصعد تروح قايله لكل الفرق ايه، قايله لكل الفرق شكرا، يعني شكرا لخدماتكم، انتوا عملتوا المطلوب، يلا بقى نستعد للموسم اللي جاي بفرقه جديده، ويفضلوا يدوروا ويجوا قبل البطوله او قبل المباراه بثلاث ساعات. وادو جول! يا الله! مش ممكن مش ممكن مش ممكن! يا سلام يا سلام يا سلام! يا الله وليد عادل، ده انا لو احكي عليك انا هوصف ايه يا وليد؟ يا الله على الجول، الجول الثاني. لا ده في فرحه النهارده، ده في النهارده مهرجان اهداف، نصبوا السيرك الاسيوطي والهدف الثاني. والعجيب حضراتكم ان الهدف بيجي من اخطاء، مش يعني علامه استفهام الاستوديو التحليلي، هنسيب الاخطاء الفنيه للاستوديو التحليلي. يا سلام يا الله على الجول، الله على الهدف الاول، الله على الفرحه. الهدف الاول الخاص باللاعب وليد عادل والهدف الثاني للاسيوطي، اتنين لا شيء. الاسيوطي يتقدم على المدينه المنوره. ده نصبوا السيرك بدري يا جماعه، ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. والهدف الثاني الثاني، مفيش اجمل من دي اغاني يا جماعه، مفيش احلى من دي اغاني. الله 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 على الجول الثاني، والله على الفرحه. هي الاهداف كده، ادي حسام هيعمل ايه، ادي تدخل ما فيهاش اي حاجه، برافو حكم، ده التحام. ادي في كره ثانيه ما فيهاش حاجه، لكن في فاول، والله والله ده في فاول. ادي اهو الشناوي بيكون قريب من الكوره، بيحسب خطا، قال لك ان اللعيب رقم 14 نبيل دونجا عمل خطا، لكن والله وليده حلو الجول، حلو قصه الجول، قصه جميله، هدف حلو. والهدف الثاني لفريق الاسيوطي، بدري من بدري يا حبيبي من بدري. يا الله على الكوره، يا الله على الجمال، يا سلام يا سلام على الهدف الثاني. اتنين لا شيء، متابعي التلفزيون النهار في كل مكان، الاسيوطي يتقدم على ابناء المدينه المنوره. الضيوف حتى الان يعني خدوا واجب الضيافه بدري قوي، خدوا واجب الضيافه بدري قوي وحطوا الهدف الثاني، والدليل هو موجود بهدفين فيهم اخطاء فرديه من الدفاع. ادي كره ملعوبه والتصوير، لكن لسه تاني، الله على الحارس، صاحي صاحي النهارده شريف مدحت الاسيوطي، والتصويبه من اللاعب محمد شرف. كره للاعب صاحب الهدف الثاني اللاعب وليد عادل، وليد بيلعب اماميه عند اللاعب 27 مصطفى بيليا. ادي بيليا بيليا بيليا، وادي التصويب، يا مش معقول مش معقول، ده كل هجمه يا جماعه، ده كل هجمه، ايه اللي بيحصل ده يا مختار؟ لا 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 لا، ده المدينه يا جماعه حتى الان هم لسه في لوكسور، حتى الان ما جوش، ده الاسيوطي اي هجمه كان في بلاي ستيشن في اللقاء. لكن لسه والله، ادي عنتر بيه، عنتر عنتر بيعدي، والحارس حتى الان جرى ايه جرى ايه جرى ايه النهارده يا وائل يا حمدي؟ في ايه اللي حصل يا وائل؟ ده في امور غريبه وفي حاجات غريبه، في حاجات غريبه. ده الاسيوطي يا جماعه ما بيهزرش، الاسيوطي كل كره كده، كله يعني هجمات، ما فيش اي حاجه، يعني ما فيش حاجه بتضيع، كل الهجمات كده في الثلاث خشبات، كله هجمات، ما فيش هزار. لا 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 لا، يا سلام يا سلام على الاسيوطي، على الاغاني الجميله اللي بيقدموها بيعزفوا، لكن في خطا في خطا. يا سلام على الصفاره، فيها ثقه، لما الحكم يدي صفاره زي دي ويكون قريب يقنعك ان في هدف، يقنعك ان في خطا حتى لو ما فيش خطا، الاقناع لغه التمييز. ادي ملعوبه بخطا، لكن في ايه؟ ارجع على الصفاره، برافو حكم اللقاء، برافو حكم اللقاء، العب على الصفاره. هذا هو اعتراض، بس كان في اعتراض بيكون مقبول واعتراض ما بيكونش مقبول. هذا هو بيعترض على الشناوي بيقول له صفاره ليه يا كابتن ما نمشي الامور، لكن الشناوي شاف ان ده اعتراض مقبول لذلك ما وقفش. يعني في حكام النفسيه عندهم ما يسمحوش بكده، لا ما تزعقليش، الكلام عندك يبقى بصوت واطي منخفض، لكن في حاجه اسمها التحكيم الوقائي، وفي حاجه ان في بعض الامور ما تعملش على نفسك حاجه، بيتقبل ان المدرب ده عنده هزيمه او يعني متاخر بحاجه، وبيطالما في سياق اللي هو الاعتراض المقبول يبلعه، لكن لو في اعتراض اللي هو خروج عن النص، لا تعالى بقى، لو انت لو خسران ما حدش قال لك اخسر، مش انا السبب، لكن ما تفكرش كده، هنقول بلغه الكره تحفل على حكم اللقاء، ما تعلقهاش عليه، لكن ما فيهاش اي خطا. نرجع تاني ناحيه اليمين، ادي العرضيه حسام حسام حسام، لكن توصل عند عطيته، يلا عطيته، عدى تاني عدى تاني، وهوبا والتصويب والتصويب، لكن في النهايه الى ركله مرمى، تصويب عدى بشكل حلو، سعد بيه سامي، والتسديده من سعد، لكن بعيدة سعد، بعيدة سعد، اللاعب رقم 19 سعد سامي بيجي من اليمين للشمال. لكن المدينة حتى الآن يعني في علامات، مش علامة استفهام، ده في علامات تعجب.
يعني تعجب في الدفاع، ما فيش ربط والحل، يعني ما فيش حل وربط بين المدافعين وحارس المرمى، بدليل ان الكرة الهدف الاول خطأ مشترك، الهدف الثاني ما تفهمش الحارس كان فين والمدافعين سايبينه رايح على ايه، يعني منين يودع على فين، قال له هناك، يعني بص هناك هتلاقيها في الشبكه او ممكن تلاقيها في العرض. لكن يا جماعه ده الاسيوطي كل اللعب على الثلاث خشبات، اللهم الا ممكن تعد بعض الكور تلاقيهم بره الثلاث خشبات، سبحان الله. في فرق تلعب طول المباراه ما يشوفوش الثلاث خشبات، وفي فرقه قليل قوي ما تلاقيهمش بره الشبكات، تحس ان انت بتلعب ماتش بلاي ستيشن. كره ناحيه اليمين تحضير لفريق المدينه المنوره عند اللاعب مع سعد سامي، ناحيه الشمال ملعوبه عند اللاعب وليد عادل، معتز محروس، معتز، لكن في تدخل. بصوا عمرو فين، يا سلام يا عمرو، حلو عمرو حكم اللقاء. احب الحكم الشاب اللي يكون قريب من الكره يقنعني ويقنع الساده المشاهدين ان الخطا ده متواجد ولا لا. وزي ما قلت لحضراتكم حتى لو ما فيش خطا يقنعك ان هو خطا، يقنعك. ما هو اللاعب اللي بيغلط ما يحسش ان هو بيغلط، خلي بالك اللي لعب كره يفهم اللي بقوله. اللاعب لما بيعمل فاول ممكن يحس ان هو مش فاول، ممكن لعيب يكون عامل كارثه ويحلف في يمين بالله ان ما فيهاش حاجه، احساس. لكن انت لما يكون حكم يقول لك اه يقنعك، وبالذات لو الحكم دوت مديله من بدايه المباراه ان هو حاجه تقيله، ده المنطق بقى، ده المنطق، وده اللي بيسموه بقى القانون او التحكيم بقى. قول زي ما انت عايز تقول تحكيم وقائي، عايز تقول اي حاجه قول زي ما انت عايز. باص لاحمد فتحي ملمسه حلوه توصل عند اللاعب المدافع اللاعب حازم محمد، حازم محمد الى ميزو، ميزو كابيتانو، ميزو ربط، ميزو خدوا هات خدوا. بس المدينه خلي بالكوا بيتفلسف، يعني دفع لك كان في فاول، رجع له اداله الادفانتج قال له ما استفدتش لكن في فاول. لكن بقول لعمرو في الكور اللي زي دي ارجع ادي فاول على طول، يعني ممكن يلم الثاني يخطف يروح عليه الجون يجي يقول لك طب يا كابتن انا كنت ليا فاول، دي حاجه كده بنهمس في اذن عمرو. لكن هو صح ان هو يدي الادفانتج لو الحكم شايف عنده رؤيه ان هو يقدر، يعني الرؤيه مفتوحه ان هو يقدر يعمل باص واثنين وثلاثه. لكن في الحتت الشائكه دي ممكن يتقطع عليه يروح عليه الجون يقول لك يا كابتن كان ليا فاول، ويحط الحكم في موقف مش لطيف رغم ان الحكم اداله الصح، اداله الادفانتج وهو ما استفادش. لكن لا ادي له اتاح، اصل هو في الحته دي مش هيجيب جون، ايه فايده تحت الفرصه ان انا بستفاد من فرصه، دي اسمها اتاحت فرصه، اديني فرصه يعني استفاد. لكن ما استفادتش، هو استفاد المخطئ من خطا، وده اللي بنقوله في قانون كره القدم. نرجع للقاء تاني، مش عايزين نخش في الاطار التحكيمي، معانا بقى خبرائنا بقى في الاستوديو التحليلي قناه النهار يا جماعه، بتجيب من كل باع، من كل باع ومن كل يعني مكان او من كل ضيق مخرجه، يعني زي ما بنقول بيجيب من كل شارع ومن كل مكان رياضي او من كل، بيجيب اساطيره بيجيب نجومه، يقدر ان هو يحلل ويقدر ان هو يرمي للمشاهد خدمه خمس نجوم في دوري البعض كان يراه خالي من النجوم. مع قناه النهار قال لك ده دوري خلاص كله شاف يعني ايه الاسيوطي، يعني ايه المدينه المنوره، يعني ايه في واسطه، يعني في ايه البداري، يعني ايه الجونه. لا الجونه كانت موجوده، مش يعني ايه الجونه كانت موجوده، لكن ماشي ما علينا. يعني ايه فرقه موجوده مثلا زي الزرقاء، فرقه زي مش عارف دمياط، ايه لا خلى ان الفرقه دي كلها موجوده، وقال لهم قناه النهار عرفوا الجمهور يعني ايه الناس دي موجوده، ويعني ايه الناس دي موجوده في حاجه اسمها بيلعبوا كوره اصلا، وطبق بشكل والتصوير تحفه حاجه، يعني ما شاء الله التصوير بيكون بقى ايه بقى تقنياتنا وكاميراتنا موجوده هنا بتقنيه عاليه جدا بتخلي المشاهد تقول ده مش درجه ثانيه، بل والله في بعض المباريات بنشوف التصوير احلى من مباراه الدرجه الممتاز، بحلف بالله. ويا جماعه ده مش مجامله او كلام، بص على الماتشات تلاقي في سلو موشن في دوري الدرجه الثانيه وتسخين جو احترافي، نبص على الدرجه الدوري الممتاز معلش اصل في اربع كاميرات وخمس كاميرات ما جاش الباقي وبتاع، لكن ده اللي بيجوا. ادي تسديده لكن ركله حره مش عايزين نخرج على المباراه اكتر، لكن الفرقتين ما فيش حاجه تقدر تحكي من خلالها او في عنصر تتكلم على حيثياته، يعني العنصر ان ممكن تلاقي هجمه كل مدى بعيد، لكن بتودي للمشاهد ان انت بتنقله معلومه بشكل افضل يدل ان احنا بنوريهم يعني ايه متابعتك لمباراه زي دوري الدرجه الثانيه. ادي احمد فتحي تحضير بيسند على اللاعب رقم 14 اللاعب محمد اشرف ولا نبيل دونجا، والله نبيل دونجا لوليد عادل. وليد بيلعب اماميه عند محمد عبد المنعم صاحب الهدف الاول، خلي بالك محمد عبد المنعم صاحب الهدف الاول ده مغني كبير، محمد حط جول ايه، بص عنتر فكرني عنتر من الاسامي اللي راسخه في الاذان، في لاعب كان اسمه عنتر يحيى جزائري جميل، لكن عنتر ايه بقى، عنتر بقول لحضراتكم في كل حته ايه ما بيسيبش فرد، في كل مكان تلاقيه بيديلك سيمفونيه، ما لا وينج يمين وينج شمال، لو عايز يلعبه حارس مرمى ما عندوش اي مشكله، وده ميزه اللعيب اللي تلاقيه على كل لون شغال يخدمك قوي، ما يتعبش المدير الفني يحب النوعيات دي. لكن في لعيب اسطمبه واحده، وده وارد في كره القدم انك تلاقي مدافع هو مدافع، ربنا خلقه مدافع،
وفي لعيب مهاجم هو ما بيعرفش يشتغل غير ثلاث تحت غير تحت ثلاث خشبات، وفي لعيب بقى جوكر هنا او هنا وهنا، دي فطره تحس ان هو متعدد المواهب. ده وارد. محمد لاعب اللي هو محمد عنتر بي 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 عنده بقى كل لوم في الجبهه الهجوميه، ولما انا اديت تشبيه مجازي ان هو يلعب حارس مرمى كنايه ان هو لعيب عنده امكانيات كويسه، لكن هو ممكن ما يكونش حارس مرمى، يعني انا بتكلم كنايه يعني. اماميه ملعوبه ناحيه اليمين، لكن توصل في النهايه تماس لاحمد فتحي. احمد فتحي بيلعب اماميه، طبعا رامي التماس زي ما قلت حركه ما فيهاش اي تسلل، ملعوبه تاني تماس ركله المرمى الركله الركنيه، دي الحاجات اللي ما فيهاش تسلل. عايز بقى تخش على بقيه القانون بقى، ممكن اللعب المتعمد، يعني اللعب المتعمد المدافع هو اللي لاعب الكره للمهاجم في موقف تسلل، دي ما فيهاش تسلل. لكن الاستنباط يعني العناصر او النصوص ايه الاصل ايه، ان الثلاث حاجات دول ركله المرمى ركله ركنيه رميه التماس، دي الثلاث حاجات اللي ما فهمش حاجه اسمها ما فهمش تسلل. لذلك اللعبه اللي فاتت لما لعبها ممكن المشاهد يستغرب يقول لك ايه ده تسلل، لا ما فيش تسلل في رمي التماس. طبعا اغلب حضراتكم عارفين، لكن بنقول لي مش عارف. ادي كره اماميه ملعوبه ناحيه الشمال عند ناحيه الشمال لفريق الاسيوطي، ناحيه اليمين عند المدينه المنوره، خلي بال حضراتكم بقى عشان الابعاد والملعب. ملعوبه تاني، لكن الدفاع فيه حاجه، في سر في الدفاع، تحس ان هو اللمسات في حاجه النهارده، في حاجه باللمسات. ملعوبه اماميه عند اللاعب رقم 30 هيثم شعبان، ملعوبه لاحمد فتحي، احمد فتحي بيستند على اللاعب محمود شعبان، شعبان بيلعب اماميه تاني، ملعوبه عند اللاعب سعد سامي، ادي سعد، ادي العرضيه، ادي الخطيره، مين يقابل؟ ادي سعد، سعد سعد سعد، لكن بعيد عن سعد، بعيد عن سعد، توصل في النهايه مشاهدي تلفزيون النهار الى ركله مرمى. الجو ده جو لعب كره قدم، اللي قاعد بقى وسط في قلب الملعب يديك ايحاء ان الجو جميل ومنعش، منتجع والملعب ويا سلام عليكم لما تسمعوني الله 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 على الاغاني والجمال، ويا سلام بقى لما حاجه تشجيك يا جماعه، كره القدم لما تكون في اجواء من فرقتين في جو لعب الكوره، يعني جو في لعب الكوره وفرقتين عندهم لعب الكوره، يا عيني يا عيني على الجمال بقى، تتكيف تتكيف من كره القدم، وده اللي احنا ده المطلوب. لكن في بعض الاحيان فرقتين عندهم لعب كره قدم بس الجو مش مساعد، اصل مش عارف اقول لك الارضيه، اصل اللي هو الجو مش عارف ايه، لكن لا لما يكون كله بقى كده كامل اشجيني بقى متعني. ادي كره والدفاع تاني بيرجع للحارس، لكن دي عدت سليمه المره دي من دفاع فريق مدينه منوره احمد هارون، نرجع لوائل حمدي، وائل حمدي بيلعب اماميه، وائل حمدي توصل عند هيثم ولا احمد فتحي، ادي احمد فتحي بيسند اللاعب محمد عطيتو، محمود عطيتو، عطوتو تاني ناحيه الشمال عند وليد، هيثم تاني، هيثم لكن بيلعب اماميه توصل عند عنتر، عنتر رجع رجله فوق، قال لك الاثنين فوق العب، بيمشوها بعض الحكام خلي بالك، قال لك الاثنين هم رجلهم فوق، طب احسب فاول خطر على مين؟ بعض الحكام يقول لك لا انا احسبها على اللي ما معهوش الكوره، لان اللي عمل الخطا اللاعب اللي معاه الكوره، في ولا بعض الحكام يقول لك لا انتوا الاثنين فوق العب بلاي اون، ما يسمحش بحاجات زي دي وارد وده وارد وده صح، والافضل ان انا اروح لي ان هو يلعب يمشي اللعب، طالما ما فيش خطر قوي، طالما احنا الاثنين رافعين رجلينا احنا الاثنين بقى نشوف خطا بعض بقى، كمل اللعب على 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 يعني مطرح ما يرسي، يعني ان هو تلعب الكوره هنا جات لي جات اللي هو المنافس، مش عايزين نقول الخصم، فده امر طبيعي وامر جميل ان الحكم يستمر باللعب. ادي عنتر، يا سلام ترقيصه كده حطه في الشراب، الله عليك، الله 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 يا الله، على يا سلام على الجمل، يا سلام على الجمل، الناس دي يا جماعه بتلعب ما بتلعبش كوره، ده بيلعبوا على العود، بيلعبوا على العود بيعزفوا، بصوا بصوا عنتر بيعمل ايه، عنتر عمل كوبري ولا كوبري ستانلي، وعدى حط المدافع في الشراب وعدى بشكل حلو، لكن يلا سعيد. حسام اماميه كره ناحيه اليمين عند اللاعب رقم 8، لاعب رقم 8 وادي العرضيه، ولكن توصل في النهايه الى ركله ركنيه، ركله ركنيه بنلعب في الدقيقه بقى كام بقى حضراتكم، ولسه اولى الركنيات لسه بنشوفها للفريق مدينه منوره. بصوا الانطلاقه كانت موجوده بين محمود عطيتو بيلعب العرضيه، احمد فتحي بيطلع الى ركله ركنيه، اماميه تاني ملعوبه لكن والله توصل تخبط في العرضه، المباراه دي فيها حاجات غريبه يا جماعه، في حاجه في الدفاع غريبه امرهم عجيب، ركله مرمى. حتى الان متابعي تلفزيون النهار النتيجه 2-0 اينما تكونون، هدف التقدم عن طريق اللاعب وليد، عن طريق اللاعب وليد عادل ومحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم هدف اول، وليد عادل الهدف الثاني، اصبح النتيجه 2-0. كره اماميه ثاني بيرجع ناحيه الشمال محمد شرف، شرف
ادي شرف بيلعب تاني ناحيه الدفاع عند عمرو ابو القاسم حازم محمد. حازم بيلعب اماميه عند عطيتو. عطيتو خلي بال حضراتكم هنا وهنا شغال حلو عطيتو، يعني انت عندك لعيب برده عنده امكانيات. ادي ملعوبه اماميه لكن مش مربوطه صح، توصل ناحيه اليمين، توصل عند عنتر. بص عنتر ده ابن شداد يا جماعه، ده لعيب ولا تقول لي بقى مين ده، هو ده اللي قال ولقد ذكرتك والاهداف والاهداف ايه بقى يعني والرماح نواهل، اه والاهداف تنهال مني، يعني هو عنتر بيقول لك ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، لا ده قال لك دي ولقد ذكرتك والاهداف تنهال مني، يعني الاهداف بتيجي منه، شغال لعيب عنده ايه مكنه، مكنه بتطلع اهداف وبتطلع امكانياته وبتطلع مهارات. ده ايه ده ايه ده يا جماعه ايه ده لعيب بيلعب درجه تانية. كذلك في اف سي مصر لعيب اسمه جريندو، دي من الناس الاسامي اللي بيتعلم مع المعلقين. ادي في تدخل لكن هو بقى يعني دلوقتي بصوا الصوت حضراتكم تحس ان هو في الدبليو دبليو اي، يعني الصوت ده يقول لك ده واخد خبطه ايه، واخد بقى يعني اعمل له فينش، لكن والله ما فيهاش اي حاجه، بيدي الحق للحكم لكن الحكم الصاحي ما يسمعش الكلام ده. سيبك من الاغاني، سيبك من الكلام والهواجز، لكن توصل في نص الملعب تحضير تاني ناحيه الشمال عند اللي هنقول اسمه كتير قوي 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 قوي، اللاعب سعد سامي. سعد سامي هيثم شعبان، هيثم بيطلع له سعد، هيثم بيلعب ممكن باص ممكن التسديد الوليد، لكن بيطلع الدفاع تاني من جديد. ادي التحضير يا سلام بقى كوانتر اتاك، ادي الاماميه لكن الدفاع بيربط المره دي. اللاعب احمد هارون بيرجع مع وائل، احمد تاني، احمد هارون. المدينه بدا يمسك كره وبدا يقول للناس احنا جينا، يعني الحمد لله على السلامه للمدينه حتى الان بعد ما يعني رجع كان ممكن يكون يا جماعه الخضه برضو. الهدف لما يجي بدري بيخض اللعيبه يربط يعني، والحسابات تبوظ مع المدير الفني، لكن لما يكون هدف جاي من رابكه والهدف الثاني هنقول دبكه ولا ايه، الهدف الثاني برضو جه وراه، يبقى اصبح كده بقى ما عندناش بقى حاجه نبكي عليها بقى. اللعيبه تاخد نفسها والعب بقى، العب بقى ورينا بقى احنا نعمل ايه، يعني ممكن لعيب الكره في نفسه يقول كده لكن لسه. والله كره ثاني تحضير ناحيه اليمين وليد عند الكابيتانو، بيلعب عند اللاعب اللي هنقول اسمه كتير سعد سامي. سعد سامي رقم 19 طالع له محمد شرف الباك ليفت. محمد شرف عايز يدي لمين؟ ادي محمد شرف، محمد عدى ومع اللاعب لوكا. محمد عدى لكن عنتر توصل تخبط في عنتر الى رمي التماس، تاكيد بقى والتواصل بيقول لك رقم رمي التماس. ادي هيثم ثروت عند اللاعب محمد ثروت لمحمد شرف. شرف بيقف له حسام حسن، حسام بيفتح لنفسه. لسه خرجت ولا ايه؟ والله خرجت المدير الفني، كان هو بيدي تعليمات كده المدير الفني لفريق المدينه المنوره. حتى الان مشاهدينا متابعي التلفزيون النهار في كل مكان 2 لا شيء لفريق الاسيوطي، تقدم بيهم على فريق المدينه المنوره الفريق الضيف النهارده هنا في فعاليات الاسبوع 15 من دوري القسم الثاني. خلاص فاضل مباراه ونزل الستار الدور الاول. ادي في فاول، ركله حره مباشره حسبها المره دي على الاسيوطي على اللاعب رقم 14 نبيل دونجا. ادي نبيل دونجا، نرجع للخطا بقى زي ما بنقول لحضراتكم. توصل تاني محمد شرف، شرف بيلعب اماميه، شرف عند اللاعب رقم 30 هيثم شعبان. ادي هيثم يرجع تاني، ادي اماميه ملعوبه تاني، هيعمل ايه؟ موقف واحد ضد واحد، والله السرعه والله السرعه. ايه يا حازم محمد فرق السرعات، ومعاه بقى مصطفى بيليا، ده ما بيهزرش يا جماعه، مصطفى بيليا بياكل الاخضر واليابس ما شاء الله عليه. نمسك الخشب، اللاعب مصطفى بيليا لاعب رقم 27، هو عنده نوع من انواع السلوان على الكوره، يعني الصبر على الكوره كده، لعيب كويس وعنده امكانيات كويس، يقدر ان هو في بعض الاحيان يامط اللثام عن بعض الهجمات. يامط اللثام يعني بيوضح، يعني او بيشيل الموضوع ده، بيوضح الهجمات عنده بتكون شكلها ايه، بدليل ان هو لعيب كويس وسبب ان هو يعمل امداد وتمويل. كره اماميه ملعوبه تاني توصل عند الدفاع عند اللاعب نبيل دونجا، حازم محمد، شعبان، ابراهيم عند اللاعب رقم 14 نبيل دونجا. نبيل بيدي لمحمد، هيثم، احمد فتحي. بصوا نازل فين ده اللاعب رقم 15 محمد عبد المنعم يا جماعه، ده نزل اكتر من 70 متر تحت، نزل بيستلم منين؟ رغم ان هو بيلعب وينج، خلي بالكم يعني لعيب كويس، نزل مع احمد فتحي. لما بيتحتم على الفرقه اللي بتلعب باتنين مهاجمين زي ما قلت لحضراتكم، من الاثنين الباكات، يعني الفرقه اللي بتلعب باربعه اربعه اثنين، الاثنين الفراوده الصرحه، بيتحتم على الفريق المنافس اللي هو بيدافع قدام الفرقه اللي بتلعب باتنين مهاجمين، لازم الباك رايت يخش يغطي مع المدافعين، لان دي قاعده في الكوره.
ده اساسي، ما ينفعش. اصل احنا ما بنلعبش ب 3 5 2 يبقى مان تو مان وفي ليبرو بينظف في حاله لو هو عدى من السوبر. لا، ال 4 4 2 يا جماعه نموذج، انما الفيرود ده ممكن ده عادي، ممكن قليل قوي لما تلاقي الباك رايت هو بيخش معاه. خطا بيدي حكم اللقاء الشناوي، فاول للاعب سعد سامي. سعد سامي اللاعب ده اتقال اسمه كتير، ده دي ان هم بيلعبوا عليه وعاملين عليه محطه، لكن هل المحطه دي تغني وتثمن ولا حتى الان هنقول ايه؟ حتى الان لا تغني ولا تثمن من جوه، يعني ما عملتش اي حاجه. هو اي نعم في بعض الاحيان، لكن امتى تديني؟ لما تديني ايجابيه على المرمى. ما هي فرحتي انت بتلعب طول اللقاء وبتعمل باصات، لكن ما بتعملش امداد وتمويل، يبقى ده شغل رجعي مش عايزينه. لكن لما تعمل هدف او تعمل هجمه كويسه، بالتالي انت عملت الامكانيه الصحيحه. والامكانيه الصحيحه هنا انك بتعمل فعاليه على الثلاث خشبات اللي هم 7 متر 32 و2 متر 44 اللي هو عرض وطول المرمى. هو ده الايجابيه من المدافع. لكن الاستلام هنقول ايه؟ لسه هنشوف. كره ملعوبه ثاني، فتحي بيستمر اللعب حكم اللقاء وادي العرضيه، لكن بيطلع الدفاع عند اللاعب احمد هارون. احمد هارون تاني ملعوبه، لكن دماز بيحسبها هو المساعد التاني نافع، سيد نافع النهارده مساعد تاني. النهارده كل حكامنا من منطقه القاهره، عمرو الشناوي نام ولا نافع وحكم رابع النهارده سيد فرج، هؤلاء الرباعي من منطقه القاهره، حكام منطقه القاهره. خلي بال حضراتكم حكام، ادي اهو كده بيجلي دي ليه ما فيهاش بلين، وادي الخطا ومش ممكن. هقول لحضراتكم لسه هنتكلم دلوقتي، هنتكلم على المعايير، لكن لسه عند اول توقف. يا سلام على حكم اللقاء، شابوه والله، كويس. اي حكم يتلخفن فيها يقول لك ده عنده مساحه وهو اللي جاي في ايده مش عارف ايه. هقول لحضراتكم ليه ما اتحسبتش، لكن نرجع للقاء. لكن بصوا الاخطاء الدفاعيه، غريب امر المدينه المنوره في الدفاع. دفاعهم يا جماعه محتاج اعاده ضبط كتير. لكن نرجع عادي عمرو مساحات 3 على 3. بص بيعدوا حسام فرق السرعات، ولكن اللاعب رقم 14 يا عيني على الريكفرنج يا دونجا، يا عيني على الريكفرنج. ليه دي ما اتحسبتش بلن؟ لان اللعيب الوضع التشريحي بتاع ايده صحيح، لو شفتوها حضراتكم في الاعاده ان هو راح يطلع الكره، ايديه فين؟ ايديه ورا ظهره. اصبح ما فيش خطا. امتى يكون خطا؟ لما اللعيب يهمل في الاستلام وايديه مفروده ومنع المهاجم ان هو ياخد. ده بيسموها كده، يعني خلي بالكم ده مش نص في القانون، انا بكلمها لكم باللغه العاميه، ان هو منع التاني ياخد وراح للكره وايديه مفروده والكره هي اللي جايه له، لكن هو بيشوط قلشت وجت في ايديه اللي هي في موضع طبيعي. اصبح ان اللعب بلاي اون، لان ايديه في موضع طبيعي، لان احنا هنا بنقول لك المعايير ايه. لازم يكون في تعمد، والكره هي اللي راحت لايده ولا ايده اللي راحت للكره، تفرق. خلي بال حضراتكم. فهو صحيح قوي، عجبني الشناوي بيفهم. في بعض الحكام بتترج منها، خصوصا ان انت بقى فرقه بقى بتطالب ويثار عليه من جانب الجهاز، لكن الصحيح عمله ان ما فيهاش اي معايير من احتساب الخطا. يعني هو معايير احتساب الخطا التمركز الصحيح ووجود الخطا، يعني معايير تمركز الخطا، معايير احتساب الخطا، وجود الخطا نفسه. ما ده معيار حقيقي انك تلاقي الخطا، لازم يكون في خطا، مش صح ولا انا يعني في اي شبهة غلط؟ ده اللي بنقوله، ده اللي احنا عرفناه. ممكن يكون في جديد، والجديد نعرفه نتعلمه. ادى 4 على 2 لو عدب ما خدمتش اللاعب محمد عنتر. يا جماعه بصوا حضراتكم، نقل من يمين الشمال، هو محمد عبنا، محمد جه يمين وعنتر راح هناك. سعد الميزان قال لك لا، هو نوديه هناك، كابتن ايمن الميزان عفوا، نوديه هناك عشان يقدر ان هو يقتنع، شاف ان الجبهه اليمين فيها اخطاء كتير، وعنتر عنده اسلحه افضل منها من ما يكون موجود في الجانب اليمين، فالعقليه تشتغل هنا ويطلع بقى اللعيب اللي عنده امكانيات. ادي في فاول، يا سلام عليك يا عمرو، يا سلام. الواحد يتكيف قوي يا جماعه لما يلاقي حكم بيتمركز صح وبيحسب الفاول صح، تتكيف قوي يعني، يعجبك. ولما يكون بقى البضاعه عندك بقى في المباراه كله، والادوات عندك والماتيريال كلها جميله، يا سلام، انبساط. وان احنا عايزين، لان كره القدم هي معموله للترفيه وليست للحروب. هي بيسموها القوى الناعمه ليه؟ لانها حاجه ممتعه، حاجه مشروعه وجميله وممتعه، بتمتع الجميع. وكره القدم افضل الرياضات من غيرها من حيث الشهره، لان فيها جديد. اللعبه الوحيده اللي تلاقي فيها جديد، في كل لعبه جديد. لكن السله، الفولي، كذا كذا كذا، ده كله جمل محفوظه، الثلاثيه، مش عارف ايه، الثنائيه، لما يجي يعمل ده معروف، ده يعمل ايه، طق طق معروف. لكن كره القدم مستحيل تلاقي ماتش اخد تاني، مفيش ده.
هنا تلاقي جمل، هنا تلاقي امكانيات، هنا تلاقي مهارات، هنا تلاقي حركات، لذلك تلاقي لها مذاق خاص ولها متعه خاصه. كره ناحيه الشمال ملعوبه عند اللاعب رقم 30 هيثم شعبان. هيثم بيلعب بياكل عيش على فكره في المنطقه دي قوي، بياكل عيش كويس يعني، لكن برضه عامل زي عبد المنعم رجعي برضه يعني ما يفيدش، لازم يفيد. طبعا اهو دي تاني مره، خلي بالك بقى الشناوي لو بيتفرج بقى على السيده ما يسمحش بكده، ما يسمحش ان صوت المدرب يبقى عالي. ملعوبه تاني، ادي في خطا ركله حره مباشره، فاول. ادي شبان بيلعب اماميه، شبان بيسند على زيكو، ادي التصويب، لكن يطلع الدفاع، يطلع الدفاع، هيعمل ايه؟ ادي بقى اهو اللي بيحرجم عليه مصطفى بيليا، بيدور على اي حاجه مصطفى بيليا، امره عجيب مصطفى بيليا. لكن توصل في النهايه الى رمي التماس، تماس مشاهدينا الكرام. ادي بقى عامل حكم الرابع، ده في حكم رابع، ده في حكم رابع، ده انا كنت ناسي الامر ده، خلي بالكم خلي بالكم، لان الواحد من كتر يعني درايته الماتشات الناشئين قال لك ان في حكم رابع، حكم رابع اهو بيتكلم بقى في الامور وبيتكلم مع المدير الفني. حكم الرابع النهارده السيد فرج بيتكلم مع المدرب. لكن ملعوبه تاني، نرجع للقاء، لكن في تسلل، ويا سلام على الرب، عادي في تسلل، تسلل مش عارف الاعتراض. ادي اهو الكلام يعني، اهو المساعد كان في حديث، لكن نرجع للقاء تاني. ادي ركله حره غير مباشره ملعوبه، لمست، ادي حسام، 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 ويا راجل يا راجل يا راجل، كان فين كان فين كان فين يا هيثم، كان فين يا هيثم؟ لكن والله حسام عمل حلو قوي، وقف على كورته، عمل الباص، لكن فين الربط؟ الربط فين من اللاعب رقم 30 هيثم شعبان؟ لكن نرجع تاني للقاء، هدي بعد الهدفين اللقاء، ملعوبة تاني، أدي بيجلي، ده الدفاع في حاجة النهاردة، لكن لسه تاني، أدي عنتر، خلي بالك، خلي بالك، عنتر، عنتر، وأدي العرضية، يا سلام، يا سلام، يا سلام يا عنتر، توصل عند ليدو، ليدو ملعوبة تاني، توصل التناغم بقى والربط، لكن نرجع تاني، لسه ملعوبة، ناحية اليمين، مشاهدينا الكرام، لسه تاني مفيش أي حاجة، خطيرة، 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 والتصويب، ولسه عنتر، 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 عنتر تاني، عنتر تالت، مفيش أي حاجة. ما فيهاش اي حاجه، ادي عنتر لسه تاني، يا مش معقول، مش معقول، مش معقول اللي بيحصل يا جماعه، يا عيني على عنتر، الله 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 على اللمسات، الله على الكمال، يا سلام يا سلام يا سلام على اللقاء. مباراه جميله، مباراه ممتعه، اداء عالي مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون النهار، النهارده الاسيوطي في لعيب واقع على الارض، في لعيب واقع على الارض، اعتقد اللاعب رقم 4 محمد ثروت، اعتقاد ان محمد ثروت وقع على الارض، بنتمنى له السلامه، اثنين لا شيء. بس بصوا يا جماعه الباص بتاع عنتر عامل ازاي، حاجه كده ايه، حاجه جامد، جاهليه، لعيب ايه، اسم على مسمى، لعيب بقى بيعمل باصات وايه، عنتر يعني عبد، يعني عنتر من اللعيبه المميزين، اسمع يعني من عبق التاريخ، واتعمل له قصص وافلام، والنهارده تعمل له حكايه، اسمها حكايه عنتر والاسيوطي في اللقاء النهارده، لعيب مميز قوي تمتاز بيه. وهنا برضو يعني حسام حسن عنده لعيب مميز، خلي بالكم في فريق المدينه المنوره، لكن المدينه المنوره هل المدينه المنوره من الفرق اللي هي البدن بتاعها بيسمح انها تكمل، وكذلك الاسيوطي، ولا ممكن تكون الامكانيات ايه؟ لسه هنشوف، لسه بقى مش هنستعجل على الشوط الثاني ولا هنستعجل على الامور، لكن الاغلب بقى زي ما احنا بنقول لحضراتكم ان المباراه حتى الان 2 لا شيء، وده اللي احنا عايزين، ان يكون في اهداف هنا او هناك ما يهمناش. المباراة النهارده بتجمع بقى ايه، بني سويف والاقصر، يعني الاسيوطي والمدينة المنورة القادم من الاقصر، يعني حاجة مميزة جدا وحاجة جميلة والله. مباراة لما تكون في فرقة في مجموعة الصعيد وتكون بيلعبوا كرة قدم ويمتعوك، والمباراة تنقل تلفزيونيا، حاجة كويسة جدا. نرجع للقاء. زي ما قلت لحضراتكم فعلا هو محمود عطيتو اللي كان واقع على الارض، محمود عطيتو واقع على الارض، عطيتو يخرج من اي مكان في الملعب لكن ينزل من خطوط التماس. يعني بص بقى الشرع يقول لك ايه، الشرع ده اللي هو اللي حاطط المشرع يعني للقانون، يقول لك اللاعب يخرج من اي مكان. بصوا حضراتكم لو الكاميرا تجيب لنا، بصوا حضراتكم هناك ان المدير الفني في قلب الملعب شغال عادي،
وده ما ينفعش. انا الاحتراف يا رجاله، الاحتراف يا شباب، لكن بتمشي والله بتمشي. يعني الكاميرا ممكن ما تجيبش اللقطه دي، انا شايفها هنا من مكان في التعليق. بص المدير الفني موجود في الملعب عادي وعدي وشغل جميل وحاجه زي الفل. ادي وليد، وليد معاه سعيد عبد المنعم، سعد ولا هيثم. الدفاع عند اللاعب محمد شبانه تاني، وابراهيم محمود، شبانه، نبيل دونجا 14، نبيل دونجا تاني تحضير أمامية عند اللاعب رقم 15 محمد عبد المنعم. لما تقول محمد عبد المنعم بتفتكر أسامي كبيرة أو محمد عبد المنعم، لكن كرة تاني، لكن هو نجح في لعب الكرة، بالتالي اللي يجي بعد الكرة ما يهمناش. لكن ما ينجحش في لعب الكرة بتهور تفرق، يعني اللعيب هو طالع بيجري بيلعب الكرة بيشيلها برجليه، لكن ممكن يكمل في اللعيب بس هو غصب عنه، بس نجح في لعب الكرة أصبح كده أن اللعيب نقول له انفع نفسك، يعني حاول تخلي بال. لكن لما يكون واخد الكرة بأسلوب فيه تهور أو استخدام قوة زادة في الحالة دي، لا أقف، لا لحظة بعد إذنك، لا في هنا خطأ، فيقف يا فندم. كرة ملعوبة وقع، طلعها له الأسيوطي، رجع تاني. الروح الأجمل حاجة ما في اللقاء مشاهدينا، الروح والجمال هو هنا، الروح أفضل. يعني كرة ملعوبة تاني، عنتر نازل عند مركز اللي هو بيسموه 10 في نص الملعب. عنتر أمامية تاني ملعوبة، أدي استلام، لكن الدفاع توصل في النهاية عند حارس المرمى وائل حمدي. وائل حمدي حارس عرين فريق المدينه المنوره، ما قلتش اسم شريف مدحت اللي في كره واحده وكانت سهله. يعني ده بمناسبه ان احنا بنتكلم عن حراس، شريف مدحت، احمد فتحي، ادي اماميه هيثم شعبان. هيثم خلي بالك يا هيثم ان معداتك مش كامله، لان الشراب لما بينزل اصبح التعديلات الجديده في الاتحاد يقول لك ايه التعديلات الجديده، يطلع يكمل من معداته، لازم الواقي الساقين يا جماعه يكون مرفوع اكتر من كده. لكن نازل بالشكل ده حكم ما بيوقفش اللعب من باب تحت الفرصه، لو في فرصه للفريق المنافس ويقول له اطلع اعدل معداتك، يا اما يامر ان هو يعدل معداته، لازم يعدل معداته يكمل معداته. لكن النزول كده اصبح ان في خطر على اللاعب، لذلك في القانون يقول لك ايه من اساسيات اللاعب ان هو يكون عنده زي رياضي، وزي رياضي متكون من التيشيرت او يسموه اللي هو الزي تيشيرت، وبعد كده اللي هو الشورت، وواقي الساقين، والشراب اللي هو بيسموه الجورب، ده اللي يكون موجود. واهم حاجه واقي الساقين، في بعض الناس بتتراضى عن موضوع الشنكار، لكن ده في القانون، في القانون، لان سلامه اللاعب رقم واحد عنده. فلما يلاقي ان اللاعب فقد الشرط ده، الحكم هو اللي يهمه سلامه اللاعبين، ده الاول والاخر. لكن نرجع للقاء، ملعوبه احمد فتحي، بصوا بقى المساحات الضيقه واللمسات البسيطه الجميله عند منعم، احمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم ده في ملحن ومغني عظيم اسمه محمد عبد المنعم اللي عمل اغنيه انا كده عملت اللي عليا، ومحمد عبد المنعم عمل كل اللي عليه بصراحه النهارده. محمد عبد المنعم عمل كل اللي عليه، ده حط هدف نموذج وامكانيه عاليه قوي محمد عبد المنعم. مشاهدينا كره ناحيه الشمال، ادي كرم عدى بشكل حلو، ادي العرضيه، ادي الخطيره، وادي يمين يقابل. لكن تاني الحضور الذهني عند فريق الاسيوطي اعلى من فريق المدينه المنوره، ده الحضور الذهني، انما الحضور الفني المدينه المنوره في الدفاع بصراحه ما جاش النهارده. لكن نرجع تاني، ادي هيثم تاني، باص دونجا، وليد تاني، الله يا سلام على المساحات الضيقه، حلوه كره ناحيه الشمال ملعوبه عند اللاعب محمد شرف بيودي الاتش حسام حسن، حسام لكن معاه الدفاع محمد شبانه، محمود شبانه لاحمد فتحي، احمد فتحي تاني لابراهيم في نص الملعب ابراهيم عند اللاعب المميز جدا رقم 8 صاحب الهدف وليد عادل. وثلاث دقائق وقت ضايع بيحسبهم الحكم الرابع استاد فرج بناء على تعليمات من اللاعب الحكم عمرو احمد الشناوي بيدي ثلاث دقائق وقت ضايع، وده وقف فعلا الوقت وقف. عدى تاني ناحيه اليمين محمد عبد المنعم ومع احمد فتحي، ده الاثنين عاملين جبهات ايه؟ يا عيني على الجمال، الله ودى برقص بجسمه، ادي عبد المنعم هيربط ولا ايه؟ بصوا اللمسات، ولكن مقطوعه تاني، مقطوعه توصل في نص الملعب، الكونتر اتاك بقى اللي بنقول عليه. تاني اماميه توصل عند هيثم هو لعيب بيتماس بالقدم اليسرى وعنده لمسات حلوه، ادي هيثم لسعد، هيثم يحيى سعد. ملعوبه تاني يرجع للدفاع النهارده اللي سوري التحليل هيكلمنا على محمد ابراهيم بيرجع تاني، حازم بيلعب لوائل حمدي حارس المرمى، وائل بيلعب اماميه توصل مقطوعه عند محمد عبد المنعم، ادي عبد المنعم عايز يعمل تناغم مع نبيل دونجا، عبد المنعم بيوصل عند اللاعب رقم 17 معتز محروس تاني، معتز يقف على كورته تاني لوليد عادل تحرك من ناحيه اليمين من الشمال لليمين توصل عند شبانه بيلعب اماميه توصل في النهايه عند الحارس. هما كده بيقول لك احنا نطلع ب 2-0 الشوط الاول، نخلص الثلاث دقائق نفكر في سيناريو الشوط الثاني
وده اللي احنا مستنينه من جانب فريق الاسيوطي. لو هو حب يعمل كده هنستنى كده لان ده المتوقع والمقري. لكن فتحي حتى الان او شريف مدحت الحارس يسال عن لا يسال عن شيء لانه حارس عرين الاسيوطي بشكل ايجابي. اما وائل حمدي فيسال عن الكثير والكثير. اماميه تاني ملعوبه، المباراه سهله الحكم اللقاء وسهله الفريق الاسيوطي، بينما المدينه المنوره حبه فوق وحبه تحت، والحبه اللي فوق مش اللي هم قوي يعني، اللي هم شويه. ادي هنا في تعليمات ولا ايه؟ ملعوبه اماميه، ادي احمد فتحي. احمد فتحي عند اللاعب دونجا، دونجا بيلعب لاحمد هارون. ده بصوا حضراتكم فريق اسيوطي بقى، بصوا الجمال، الكوره عاملينها باسم يعني مصنعين كوره، مصنعين كوره، تخيلوا حضراتكم مكتوب عليها. ادي هنا المطالبه بخطا لكن ما فيهاش اي حاجه، سلام يا عمرو. والتيشيرتات حاجه زي اوروبا كده، اللي هو الاسم والاسم على التيشيرت والرقم والستايل بقى اللي هو بيعمله، وحاجه جميله تعجبك او الديزاينر. لكن من ناحيه بقى انا بتكلم داخل بال حضراتكم، من ناحيه انت في الدرجه الثانيه يعني مش هتلاقي كده. ادي وليد عادل، يا سلام وليد، وليد يا عيني يا وليد، يا سلام يا وليد، بيرقص بجسمه. الاسيوطي بيقول لك ايه؟ بيعيش على مبدا اللي انا عايزه بعمله، يعني هو كده، يعني هو كده انا هعمل، يعني هعمل اللي بيعمله، هو اللي بيعمله مع مين؟ مع اي حد، مش فارق معاه. في لغه الكوره عنده امكانيات، تحس ان هو امكانيات واحد مناضل، وامكانيات واحد عنده سيطره وعنده ايه ده، ده جمال. او ادي الثاني، وادي مش معقول، مش معقول الحارس، يا الله على الهجمه. انتهى احداث الشوط الاول، صفرت الحكم عمرو احمد الشناوي، تقبلوا تحياتي محمود السعدوني، لقاء انتهى في احداث الشوط الاول 2 لا شيء، الى ان نعود فتكرموا بالبقاء معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في مباراه من مباريات دوري القسم الثاني موسم 2016-2017 هنا من ملعب الاسيوطي. ننقل لكم الوصف والتعليق على احداث مباراه تجمع بين فريق الاسيوطي وفريق المدينه المنوره، فعاليات احداث الشوط الثاني. معكم للتعليق على احداث هذا اللقاء محمود السعدوني لشاشه تلفزيون النهار. المباراة انتهت احداث فعالياتها في احداث الشوط الاول بنتيجة هتفين مقابل لا شيء، احرز الاهداف محمد عبد المنعم وليد عادل لفريق الاسيوطي. الشوط الاول انتهى باداء وريتم على كلا الفريقتين، يعني كان في سجال هنا وهنا، لكن الاسيوطي كان هجماته اخطر، لكن المدينة المنورة كان في علامات استفهام حول الاداء الدفاعي، والاستوديو التحليلي طبعا هو خير يعني توضيح على هذا اللقاء، وهو اللي هيقول لكم الامور الفنية. الطباع التحكيمي في احداث الشوط الاول كان موفق للغايه، كان الاداء والصافره في الاخطاء التقديريه يعني فوق الجيد، ومباراه كان بيديرها حكم عمرو احمد الشناوي، ومعاه نافع وامام، ومعاه حكم رابع السدفر. اللقاء زي ما قلت لحضراتكم هنا من ملعب الاسيوطي، انتهى الشوط الاول باتنين لا شيء، ما شفناش اي تبديل ولا شفنا في خروج اللاعب رقم 23 ونزول اللاعب رقم 7، هل 23 ده اعتقد من صفوف فريق المدينه المنوره. خرج اللاعب حتى الان يعني لسه بنشوف، لسه هنشوف اداء لقاء. عدى تاني، ادي الكره ناحيه الشمال، وادي العرضيه وخطيره لكن تسال تاني، ادي عنتر عنتر عنتر، وادي الباص لسه تاني. شفنا تغيير، هنقول لحضراتكم هيكون لمين، لسه بقى ما بلناش الكادر، اول ما هنعرف في التغيير هنقول لحضراتكم القرار، لكن هو حصل تبديل. توصل تاني، اسمه تبديل مش تغيير، عفوا يعني التغيير دوت في مجريات او احداث اللعب، لكن القانون يقول لك تبديل، التغيير ده في مراكز اللعب، ده الفرق، خلي بالكم يعني عشان الواحد لما بيخطئ يوضح للساده المشاهدين عشان يكون على درايه كامله بامور القانون. كره تاني، تحضير الاسيوطي ناحيه اليمين، كره ملعوبه لاحمد فتحي، احمد هيعمل ايه؟ احمد عدى، احمد فتحي، لكن توصل تاني، ملعوبه، يطلع اللاعب، ادي اكرم، اكرم ناحيه الشمال عند لاعب محمد شرف، توصل في النهايه الى تماس. فعلا نازل زي ما قلت لحضراتكم، ونزل اللاعب رقم 7 هشام عبد الواحد او حسام عبد الواحد بدل اللاعب محمد رمضان اللي بيسموه العدسي او العديسي. خرج العديسي ونزل اللاعب رقم 7 حسام عبد الواحد ولا هشام، حسام اعتقد، حسام فعلا، حسام عبد الواحد. ادي حسام، اولى لمسات دي الثانيه لانه لمس كوره في اول لعبه، لعيب كويس على فكره حسام، بص بيتدخل ازاي، لعيب كويس. يا سلام على الحكم اللقاء، كويس عمرو، عمرو كويس النهارده، توصل في النهايه تطول الى رمي التماس، تدخل مشروع في الكوره، ما فيهوش اي نوع من انواع التهور، في النهايه توصل الى رمي التماس. ملعوبه تاني، ادي عادل، عادل صاحب الهدف، عادل عايز يعمل بقى خد وهات مع المهاجم المتميز مصطفى بيليا، لكن توصل في النهايه عند الحارس وائل حمدي. ادي وائل حمدي
بيلعب اماميه فوق، توصل في النهايه عند الدفاع عند وليد، ادي احمد فتحي توصل عند عنتر. عنتر يا سلام عليك يا عنتر. لوفي يا سلام على حسام. حسام عبد الواحد لوليد عادل. وليد مقطوع عند عطيتو. ادي اللاعب سعد سامي. سعد توصل عند محمد بثروت. ثروت لكن مطالبه بخطا، لكن ما فيهاش اي حاجه من محمد بثروت. هو كده هو مسمينه، بيسموه كده في الفريتين محمد بثروت، هو بي بي. لكن توصل تاني، ادي هجمه خطيره، هجمه خطيره لاسيوطي. عدى وعدى، هيعمل الباص، عدى تاني، عدى وادي الباص. فين التصويب؟ والتصويب توصل في النهايه لركله مرمى. الله على اللمسه، الله على الهجمه، لكن التصويب اطول من اللازم. توصل في النهايه الى ركله مرمى، تسديده حلوه لكن توصل في النهايه ركله مرمى. الاسيوطي الشوط الثاني بيكرر سيناريو البدايات في احداث الشوط الاول. يا سلام على مجريات اللقاء، والله على امر كره القدم، امرهم عجيب والله، امرهم عجيب. الاسيوطي النهارده بيلعب بامر جدي جدا، بيلعب بفرقه مميزه. ادي سعدي، سعدي توصل في نص الملعب عند اللاعب محمد عبد المنعم. محمد تاني لمسه لاحمد فتحي. محمد عبد المنعم بيلعب لاحمد فتحي. بصوا احمد فتحي بيتحرك في كل مكان في الجانب الايمن، لعيب كويس جدا، بيتميز ان هو بيعمل الباصات حلوه، لعيب بصير كويس وبيعمل العرضيات شيء رائع، متقن اللاعب احمد فتحي، جميل يقنعك. يرجع تاني عند محمود شبانه. شبانه بيلعب اماميه لعادل، عادل ناحيه اليمين عند اللاعب عنتر. بص عنتر، بص كيف لعيب كوره، يا سلام على الباص. وادي عادل، وادي العرضيه، لكن الخطوره توصل في النهايه للدفاع، بينضى الدفاع تاني. ملعوبه اماميه، يطلع الدفاع عند اللاعب ابراهيم، محمد ابراهيم. توصل في النهايه لتماسي. عيني عليك يا احمد يا فتحي، ويا سلام عليك يا عمرو يا ابو القاسم. احمد فتحي وعمرو عاملين يا جماعه، بيعملوا حاجات ايه ده؟ فاتحين جانب ايمن وبيرقصوا ترقيصات اسباكيتي، واللي نفسك فيه قوله، اللي نفسك فيه. بصوا اللمسه، يا سلام على الاسيوطي. الاسيوطي يا جماعه ده ممكن يكون موجود في اكتر الاماكن اللي هي الراقيه في عالم كره القدم في الدوري الممتاز. تاني ادي اتش حسام عبد الواحد. حسام بيلعب باص، خد مع العرايسي، لكن فين العرايسي؟ خرج. خد مع حسام، يعني حسام غير مع العرايسي. سعد تاني. سعد بيدور يدي لمين؟ سعد حسام حسن. بصوا حسام على فكره لعيب كويس، حسام حسن لعيب، يعني هو مهاجم عنده امكانيه جيده. توصل تاني ناحيه الشمال عند محمود عطيتو. عطيتو ادي العرضيه، حسام بيدور لكن بيطلع والله. اللاعب شريف مدحت توصل في النهايه ناحيه اليمين. تحرك من اللاعب فريق الاسيوطي، امتد من نص الملعب لبناء هجمه من ناحيه الشمال عند حسام عبد الواحد، بيدي لشبانه. ولا ده محمد ابراهيم لعنتر. يا عيني عليك يا عنتر، يا عيني عليك يا عنتر. مزاجنجي يا سلام على المزاج. لعيب يا جماعه بيدي، يعني تقول ايه لكل الناس برضو يا جماعه اللي هي متخصصه في امر من امور اللي هم بيحبوا كره القدم ومدمنين كره قدم. ما فيش احلى من الكيف ده، الادمان ده الادمان المشروع، خلي بالكم. توصل تاني ناحيه الشمال، ملعوبه تاني، هي هجمه لمصطفى. مصطفى بيلعب لوليد، وليد عدى، وليد وتاني، وعبد المنعم، محمد عبد المنعم. لكن فين يا سلام يا عادل، يا سلام. الاسيوطي عندهم اربعه يا جماعه من ذهب، عندهم اربعه، ده يلعبوا درجه اولى مستريح، يلعبوا درجة أولى مستريح. يا عيني على الجمال، الله على مصطفى بلية، الله على محمد عنتر، الله على محمد عبد المنعم، الله على وليد عادل، الله على الرباعي دول. ده دول ايه؟ ايه ده أغانيهم؟ ده بيغنوا، ده كرة رجليهم يا جماعة، ده برجلهم ما بتتكلمش كورة، ده رجلهم بتغني. بصوا حسام ده بيعمل اللي هو عايزه. يا عيني لكن عدى ما فيهاش أي حاجة. حسام كده عمل ترقيصة ضد اللاعب رقم 6 لصفوف فريق المدينة المنورة، لكن كرة ملعوبة أمامية. يعني عايز أقول اللي هو نزل ده بديل والله، نزل على كريم وهيب. كريم وهيب لاعب رقم 6، ده هنا تغيير هنا وهنا، يعني كريم وهيب نزل. كريم وهيب اللي خد، يعني خد كوبري كده من اتش، يعني كوبري صعب قوي يا جماعة، كوبري ما يجيبش، بده يجيب إيه؟ كوبري محتاج يعني تعمل استشفاء أربع ساعات استشفاء عشان خاطر ده. لكن والله بس حلو حسام. مقطوعة تاني، ادي وليد لو تفتكروا في لعيب كان بيلعب في اتحاد الشرطة وبيلعب في اسوان اسمه الفيومي، مطالبة بخطأ لكن والله بيديله الخطأ، فاول
ركله حره مباشره عمرو احمد الشناوي. ادي في اعتراض من حسام ضد على حكم اللقاء عمرو احمد الشناوي. فاول وركله حره مباشره. ركله حره مباشره لفريق الاسيوطي. الجو بقى بدا يقول لنا يلا عايز تعيش في اجواء كره القدم. الجو بيسمح للامور دي وبيامر يعني بيامر اللاعب ان هو يلعب كره قدم حقيقيه. ادي كره عرضيه من ناحيه الشمال وادي العرضيه لكن في تداخل الحكم بيقول ما فيهاش اي حاجه. توصل تاني عند احمد فتحي لكن الحارس وقع. يا سلام يا ابو حميد على الروح. يا سلام يا ابو حميد على الروح. هذا هو في كلام اهو من المدير الفني النهارده بيطالبوا كده ان في خطا لكن عمرو احمد الشناوي قال لك ما فيهاش اي حاجه. توصل في النهايه مشاهدينا الكرام الى رمي تماس. تماس هيرجعوها للاسيوطي ولا ايه مبدا بقى الروح الرياضيه؟ بالفعل مشاهدينا بالفعل يا سلام المدينه المنوره والاسيوطي حبايب بره كره القدم وداخل كره القدم. ويا عيني على الجمال يا جماعه، يا عيني على الجمال ويا عيني على كره القدم. تحضير تاني ناحيه الشمال. ادي توصل عند وليد عادل. وليد بيلعب لكن اطول من اللازم. وليد استخدم القوه على حساب التفكير فبالتالي طلع بالشكل ده. بالتالي طلع بالشكل ده. كره ملعوبه عند حارس المرمى وائل حمدي. وائل بيلعب اماميه عند حسام حسن. حسام حط شبانه حطه في صدره لكن توصل في النهايه لحارس المرمى شريف مدحت. شريف ناحيه اليمين عند اللاعب احمد فتحي. مقطوعه تاني لكن في النهايه لرامي تماس. تماس للمدينه المنوره. حتى الان زي ما قلت لحضراتكم النتيجه 2 لا شيء للاسيوطي على فريق المدينه المنوره اللي النهارده يعني بدا الشوط الثاني يحلو. قال لك كل يوم يحلو. قولوا له يهدى بقى. يعني ده كل يوم يحلو. يعني توفيق اهاب توفيق يقول لك ايه كل يوم يحلو. لكن النهارده الاسيوطي بيطبق النظريه بتاعت اهاب توفيق كل يوم يحلو بدليل ان هو ما خسرش ولا مباراه وفي فاول. يا سلام عليك يا حسام. هذا هو بص ما تشرحش يا عم ما تشرحش عمرو احمد الشناوي. اقول له ما تشرحش الخطا لان انت مش مطالب انك تشرح الخطا الا في بعض الاحيان لما يكون في تستخدم بقى زي ما يقول لك في القانون بادي لانجوج تستخدم ان في مثلا لمسه يد مثلا في حاجه بتطبقها بشكل اللي هو مسروق ما تبينش للناس ان انت بتمثل الخطا لكن هو معروف ان هو عمل ايه بلاش توضح له الخطا لان هو فهم ما فهمش مش قصتك انت انت صفرت الخطا حتى لو قلت سوري في اللفظ خيار يعني يا فجل اي حاجه مالكش دعوه بحاجه لو قلت اللي انت عايز تقوله ملوش علاقه لو نزل قال طماطم قال اي حاجه هو مش قصته هو حسب الخطا اللي في الملعب تحت سلطات الحكم يسمعوا الكلام وهل الحكم اخطا ما اخطاش في جهه رقابيه بتعاقبه زي ما انت كلاعب كره لما بتخطئ في الملعب المدير الفني بيعاقبك هو كذلك الحكم كده زي ما بقول لحضراتكم ملعوبه تاني ناحيه اليمين استلام حلو عند اللاعب احمد فتحي احمد بيلعب اماميه لكن مقطوعه لكن احمد فتحي تاني احمد بتلعب عند اللاعب بتتلعب عند اللاعب رقم 27 ترجع لاحمد فتحي خد وهات مع عمرو ادي مصطفى مصطفى لوليد عادل لكن مقطوعه تاني توصل للدفاع عند شبان شبانه كمل فيه لكن حكم اللقاء بيقول لك ما فيهاش اي حاجه وليد عادل بيطلع وبيسيبها عنتر لكن في لعيب واقع على الارض في فاول كده بيحسبه حكم اللقاء ولا ايه ما حسبش حاجه ولا اللعيب بيشتكى من حاجه بدليل ان هو قام برافو عمرو يعني هو قال لك ان هو لعيب ممكن يكمل فيه لكن امر مشروع ما فيهوش اي خطا بالتالي توصل في النهايه الى رمي تماس رمي تماس بيطلعها تاني حسام توصل عند حسام حسام عبد الجواد يرجع للاعب محمود شبانه محمود محمود شبانه لمحمد ابراهيم محمد ابراهيم بيقف على كورته ناحيه اليمين تاني احمد فتحي احمد لعيب كويس احمد تخبط في اللاعب الباك ليفت محمد شرف وتوصل في النهايه لرامي تماس بيضغطوا عليهم من قدام والله هيثم شعبان وسعد سامي بينما خروج عمرو ابو القاسم ممكن نقول عليه كلام لكن توصل تاني تحضير من نص الملعب ناحيه الشمال عند سعد حسام حسام بيفوت برافو عليك يا لوكا بيفوت توصل للمنافس يا سلام على الكوره تاني من جديد ادي عادل عادل مع درش درش يا سلام على اللمسه محمد محمد هيثم توصل تاني في نص الملعب عند اللاعب محمد او بنقول لكم معتز محروس معتز محروس تحضير تاني عمرو شبانه شبانه محمد ابراهيم ده محمد ابراهيم خلي بالك محمد ابراهيم
لكن وقع كده يا ساتر. بص لو حكم اللقاء يخلي بال توصل تاني ناحيه اليمين، لكن وقع تاني توصل في النهايه رميتها، بس هو وقع يعني وقع كده على على يعني راس اللاعب، لكن توصل في النهايه رميتها بس. بتمنى له سلامه سهله بسيطه ان شاء الله. بنلعب بقى مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون النهار في كل مكان في احداث الشوط الثاني، بالتحديد بنلعب في الدقيقه 13 وداخلين في الدقيقه 14 في احداث هذا اللقاء، 14 دقيقه اول ربع ساعه في احداث هذا الشوط الثاني من مباراه تجمع بين فريق الاسيوطي وفريق المدينه المنوره. تقدم حتى الان لفريق الاسيوطي بهدفين مقابل لا شيء، احرز الاهداف محمد عبد المنعم ووليد عادل. تاني من جديد ناحيه اليمين، تحضير من اللاعب رقم 4 محمد ثروت. محمد ثروت في دفعه لكن الحكم بيدي الفرصه. وليد عادل، وليد لعيب، بص ما فيهاش اي حاجه، سلام عليك حكم اللقاء جيد. عدى تاني في تنافس لكن عنتر، عنتر لكن في فاول وخطا، فاول وخطا على اللاعب رقم 6 البديل اللي لسه نازل كريم وهيب. كريم وهيب ده على فكره قالوا ان كريم بيلعب في سنتر فيرود، لكن انا شايفه ان هو بيتاخر مع اللاعب حسام حسن وهو منزله كجهه هجوميه عم، هو بيلعبه كده زي ما نقول جناح ايمن في منطقه الجناح. كره ناحيه الشمال مقطوعه عند حسام، حسام تاني توصل في النهايه لرمي التماس، تماس ملعوبه اماميه يقف على كورته لكن توصل في النهايه لا فيه رمي التماس. هذا هو تماس، هذا حسام هو بيتكلم مع المساعد الحكم، لكن مفيش جدال يا جماعه، لا يفتى ومالك في المدينه، يعني الكلام مش هيأخر والكلام مش هيغير، هو حسب خلاص. بس هو اللاعب بيحب ان هو يعني يبرر للحكم، بحيث ان هو يقول له ان القرار توضيح مش اكتر، لكن مش امر، في فرق بين الامر والتوضيح. فاللاعب بيستخدم مع الحكم فيما يسمى بالتوضيح، فده موجود في عالم كره القدم وده مشهور، لكن مش بزياده، مش بزياده. عمرو احمد، عمرو تاني توصل عند اللاعب وهبه اماميه بيطلع تاني يرجع، ممكن يمسك، ممكن يمسك لان مفيش تعمد، برافو حكم اللقاء، ممكن يمسك لان مفيش تعمد، لان هو مش متعمد رجوع الكوره، هو قالش، فبالتالي هنا مفيش التعمد. في النهايه توصل للحارس يمسك عادي. ادي عنتر من اعلى نقطه، لكن في تسلل يعجبني فيك يا شناوي ان انت بتتواصل مع المساعدين بشكل ايجابي كويس قوي، يعني بص حضراتكم باصص مع السيد نافع، رفع ادى من ادى والكره على صدره، في ناس بقى بتستنى يستلم ويلعب ويجري ومش عارف ايه بعد كده صفر، لا ده رابط، رابط معاه وظابط. اماميه تاني، ادي وليد عادل، وليد الهوا، الهوا يا جماعه، توصل عند اللاعب رقم 17 معتز محروس، معتز بيلعب اماميه والخطيره لكن في النهايه توصل عند الحارس، خطيره لكن توصل عند الحارس، كره اماميه، ادي حسام حسن لكن الربط مع حارس المرمى شريف مدحت، توصل عند عمرو بيلعب اماميه، عمرو من نص الملعب، تحضير عند اللاعب رقم 14 نبيل دونجا، نبيل دونجا تاني عند اللاعب رقم 6 محمد عنتر، اماميه تاني مقطوعه من وليد عادل، تحضير توصل عند ناحيه الشمال، توصل عند حسام عبد الجواد، حسام بيلعب لعنتر، ادي عنتر، عنتر يا سلام على اللمسه، خد وهات، ادي عنتر لكن في فاول، طب ايه الادفانتج؟ الادفانتج يا شناوي تحت الفرصه، لكن ممكن ما شافش او ما خدش باله ان هي الكره مع فريق الاسيوطي، كان ممكن يدي تحت الفرصه لكن فضل ان هو يحسب القرار افضل، افضل ما يدي في ادفانتج، لكن هو الادفانتج افضل طبعا، لكن هو شرح القرار هنا ان هو ممكن يكون ما شافش ان الكره مع الاسيوطي بتحصل، وارد برضه، لكن لا غبار عن القرار، لكن قرار صحيح، فاول ركله حره مباشره باستثناء طبعا احنا لو قلنا القرار صحيح من غير صحيح مالناش علاقه، بس بنتكلم في تحت الفرصه يعني بشكل ايجابي. فاول ركله حره مباشره على التنفيذ، اللاعب رقم 17 وادي العرضيه ولكن في ايه، لكن لسه تاني الخطوره، خطيره، خطيره تاني عند عنتر لكن في النهايه توصل الى ركله مرمى، توصل الى ركله مرمى، العرضيه من معتز محروس بيعملها بشكل حلو والله، توصل في النهايه الى ركله مرمى. ايها السيدات والساده متابعينا ومشاهدي تلفزيون النهار، ما زال النتيجه هي تقدم الاسيوطي بهدفين مقابل لا شيء على فريق المدينه المنوره، فريق اللي هو قادم من مدينه الاقصر، مدينه الجميله، الله السحر والجمال، لكن في خطا، لا اقول لك ما فيش حاجه، لا والله ما فيش حاجه. اماميه تاني عمرو، عمرو تاني بيلعب اماميه لحسام،
حسام بيلعب عند اللاعب رقم 27 والله خطيره عند اللاعب مصطفى بليا. مصطفى مصطفى عدى يا سلام مصطفى مصطفى وادي العرضيه خطيره خطيره. محمد محمد عبد المنعم هيقرر ولا ايه؟ عبد المنعم لكن راح هناك راح في الزنقه يعني الدنيا كانت فاضيه عندك لكن والله اريح بشكل حلو. ما نبخسش برده دور المدافع محمد شرف او الباك ليفت النهارده الان بدور المدافع. هماميه تاني كره ناحيه الشمال لكن توصل في النهايه لرامي التماس. تماس ملعوبه تاخد اتلعب بامر برده في علامه تعجب يعني ممكن تكون في فاول اوت لكن لسه تاني ملعوب ناحيه الشمال محمد شرف. شرف يرجع تاني لمسه يلعبوا في الحته دي يا جماعه ما فيش هزار هنا. توصل عند اللاعب رقم 22 عمرو ابو القاسم. عمرو اماميه ناحيه الشمال كره تحضير دونجا. دونجا ادي العرضيه ممكن ولا ايه؟ لكن لسه والله لسه والله لسه لسه نازل عامل شغل قوي عاجبني اللاعب كريم وهيب اللاعب اللي لسه نازل بيطلع يطلع الكره توصل في النهايه الى ركله ركنيه. ركله ركنيه متابعينا ركله ركنيه من الناحيه الشمال ناحيه الشمال لفريق المدينه المنوره على التنفيذ اعتقد اللاعب المتخصص بقى محمد شرف. شرف بيلعب العرضيه لعبها حلوه بشكل حلو منه ومن طالع ولكن لسه لسه تاني لسه الخطوره كريم كريم توصل لمحمد شرف. شرف لسه تاني خطيره ادي العرضيه مش معديه لكن ده لو فيها حاجه ده لو فيها حاجه ده اللعيب حاطط ايديه يا جماعه. الله على الوضع التشريح يهمني قوي 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 يهمني في الحكم ان يكون فاهم مش حافظ. يعني ايه فاهم؟ يفهم ان اللعبه دي فيها لمسه ولا لا لان اللعيب حاطط ايديه في الموضع الصح. اللاعب حاطط ايديه ورا ظهره حتى لو لمست مفيش اي حاجه لان ما عملش حاجه اللي هو بيسمى ان هو ايه عمل مساحه بالجسم يعني ما خلاش ايده تاخد مساحه في جسمه بالتالي صحيح صحيح القرار لان بقت الايد اصبحت جزء من الجسم. يعجبني فيك يا عمرو ان انت فاهم يعني مش اسطمبه حافظها بتطبقها لان انت لو حافظ هتتعب قوي لكن لو فاهم هتقدر بشكل اكبر وده المضمون وده اللي المفروض يحصل في عالم التحكيم. تاني من جديد عند اللاعب البديل حسام. حسام لعادل عادل لكن في فاول في فاول واعتقد اولى البطاقات هتكون من نصيب هو قال اعتبر ان فيها تهور. ادي اولى البطاقات النهارده بيحسبها حكم اللقاء بطاقه صفراء للاعب رقم 4 محمد ثروت الديفندر محمد ثروت بيحسب عليه خطا وبيحسب فاول انذار اولى انذار هذا اللقاء محمد ثروت. ملعوبه ناحيه الشمال حسام حسام ادي العرضيه حسام ما عملهاش بشكل اعلى من كده لكن بصوا الهوا يا ساتر يا ساتر الكره بتلف يا جماعه في الهوا بتخدع والله. ملعوبه فتحي تاني اماميه لحسام حسن على فكره سهله توصل لحسام. حسام ما قدرش صح لكن توصل في النهايه الى ركله مرمى. ركله مرمى متابعي ومشاهدي تلفزيون النهار حتى الان لازم الكره تتثبت لازم الكره تتثبت يا جماعه الحتت الحاجات الصغيره دي يا عمرو الكره كانت بتتحرك لا لازم تتثبت ولازم تطلع بره اللي هو منطقه الجزاء. الفاول اللي يتحسب داخل منطقه الجزاء الفاول يعني مثلا فاول للمدافع مثلا يتحسب الباص اللي يتباص لازم تخرج بره منطقه الجزاء وكذلك ركله المرمى. لكن الكره بتتحرك وتتلعب لا ده الاستعجال ده مش مضمون مش عندنا مش في القانون لكن يلا ممكن تمشي ادي تاني ممكن تمشي بالنسبه للمباراه لكن قانونا لا عشان الناس تفهم بس. ادي تاني عمرو ادي العنتر عنتر بيلعب اماميه النصه يلا يا نصه يلا يا بليا لا والله بليا ده في مصطفى نصه ده واحد تاني ادي بليا في لعيب اسمه مصطفى نصه لكن بليا لعيب كويس قوي لعيب كويس لكن ما قدرش ادي صح. توصل لحسام موقف 2 على 1 من الجانب الايسر بقوا 2 على 2 لعب لكريم كريم لسه تاني خطيره والتصوير لكن بعيده بعيده توصل في النهايه ركله مرمى حلوه التسديده لكن بعيد التصوير توصل في النهايه الى ركله مرمى. ركله مرمى مشاهدينا في كل مكان اينما تكونون النتيجه حتى الان تقدم الاسيوطي بهدفين مقابل شيء. هنا مباراه على شاشه تلفزيون النهار نهار رياضه يعني الدوري الممتاز ب والنقل يعني نقل هذه المباراه بتقنيات عاليه ومباراه جماليه حتى الان مشاهدينا الكرام. تحضير من نص الملعب شبانه احمد هارون هارون بيلعب اماميه عند كريم وهيب كريم ولا ده هيثم كريم اطول من اللازم عند هيثم هيثم شعبان توصل في النهايه الى ركله مرمى. ركله مرمى حتى الان النتيجه 2 لا شيء اماميه
هيدي الريتم حلالها، هيدي الريتم في احداث هذا اللقاء. ملعوبه تاني عند محمد عبد المنعم، محمد لكن تدخل بشكل مشروع اللي هو بيسموه الالتحام بالجسد، بيكون بشكل افضل توصل في النهايه الى رميه تماس اماميه. تاني ملعوبه عند مصطفى بليا، توصل عند الدفاع عند اللاعب حازم محمد، حازم بيلعب ناحيه الشمال، ملعوبه تحضير من ناحيه الشمال اماميه، ملعوبه عند حسام حسن. حسام مش عارف يا عيني، الامداد صعب قوي يا جماعه لما تلعب كره عابره القارات دي، صعب المهاجم هيقدر ازاي وهو بيلعب وسط اتنين وساعات بيكون وسط ثلاثه في حاله لما يخش معاهم الباك او احمد فتحي، صعب. اماميه تاني، ملعوبه تاني عند اللاعب رقم خمسه حازم محمد، حازم تاني تحضير، ملعوبه اماميه في نص الملعب، توصل عند اللاعب مصطفى، كره من ناحيه اليمين، وليد هيثم صاحب الانذار النهارده نبيل، لاعب رقم اربعه محمد ثروت، اسمه على اسم الفنان العظيم محمد ثروت، اللاعب رقم اربعه الكابتن محمد ثروت. تحضير من الجانب الايسر اماميه تاني عند اللاعب اللي هو لسه نازل زي ما قلت لحضراتكم اللي هو دفع بيه كريم، لكن في خطا كده اهمال، ده بيسموه في القانون اهمال. تغيير لفريق الاسيوطي، اعتقد اللاعب رقم 10 هو يوسف، لاعب رقم 10 لفريق الاسيوطي يوسف جمال، ده بيطلع فرود يا سلام على التغيير، بيطلع عنتر، قال لك انا خدت المراد من المباراه، انا اطلع عنتر ونزل يوسف، وهو تغيير يوسف بقى بيدفع بيه النهارده اللاعب رقم 10 يوسف. هل يا ترى هيلعب في مركز اللي هو كان بيلعب بيه ولا يلعب مهاجم صريح؟ لان انا واخد ان هو بيلعب مهاجم صريح، لسه هنشوف. التغيير ده كان حصل في الدقيقه 25. اماميه تاني من الجانب الايمن، لكن حسام حسن هيعدى تاني، حسام بيدور، حسام لكن في مطالبه بخطا، لكن ما فيهاش اي حاجه، في مطالبه بخطا لكن ما فيهاش اي حاجه، برافو حكم اللقاء، لكن ما فيهاش اي حاجه، برافو حكم هذا اللقاء. يا سلام يا عمرو، ما فيهاش اي حاجه. طبعا اللاعب هو اللي راح عايز يعني عايز ياخد البلن يا جماعه، عايز ياخد البلن، التحام طبيعي، مش ده اللي يتحسب، مش ده اللي يتحسب، برافو حكم اللقاء. طبعا ما فيهاش تهور او اهمال او اي حاجه من معايير الخطا او احتساب الخطا، احتساب الخطا. تاني من جديد اماميه ناحيه الشمال عند اللاعب رقم 10 او اللاعب رقم 30 هيثم، توصل في النهايه، لكن والله المدينه بدا يفوق مع دخول الدقيقه 26، يعني بدا يفوق كده المدينه المنوره وبدا يكشر عن انيابه، وهل خروج عنتر ونزول اللاعب رقم 10 يوسف جمال ده هيقول ايه؟ ده اللي هنشوفه في احداث هذا اللقاء المثير. ملعوبه تاني في نص الملعب، اهدي اهو اللاعب رقم 4 محمد ثروت صاحب الانذار، محمد ثروت بيلعب ناحيه الشمال عند لاعب كريم، عرضيه لكن والله بعيده خالص، توصل في النهايه الى ركله مرمى، ركله مرمى. بنقول لحضراتكم اللقاء حتى الان لقاء مثير، لقاء ممتع. احداث مجريات الشوط الثاني، ركله مرمى على تنفيذ اللاعب شريف مدحت، شريف بيلعب اماميه، ادي عنتر اهو، يعني اللي خرج محمد عنتر من اللعيبه اللي عندهم كفاءات عاليه، محمد طلب في العديد من انديه الدوري الممتاز، لكن النهارده بصراحه قبل بلاء حسن عمل اسيست وعمل لقاء حلو. ادي محمد عادل بيلعب ناحيه اليمين عند احمد فتحي، بصوا بالعرضيه هتبقى ازاي، بص احمد فتحي العرضيه، لكن المره دي مش متقنه يا ابو حميد، المره دي مش متقنه. توصل تاني ناحيه الشمال، شمال تاني مقطوعه، هيثم يرجع تاني للدفاع، تحضير امامي، توصل عند حسام حسن، حسام بيدور، حسام يا سلام على الترقيصه، حسام لكن ما خدمتهوش، حسام حسن وقف على كورته، هيدي لمين؟ حسام تاني، حسام لكن في ايه؟ مطالبه بخطا، يا سلام. يعني بيعجبني في عمرو ان الحكم ده ما بيتهزش بالنتيجه، يعني ايه؟ يعني في بعض الحاجات اللي زي دي الحكام تت وخلص نفسه، لكن ما بيتهزش بالنتيجه. حسام في كذا لقطه عايز ياخد الخطا، لكن هنا بقى المفترض عمرو المفروض يكلمه شويه، يعني يقول له ما تكررهاش تاني عشان السيميليشن انت كده افورت يعني. لكن في بعض الاحيان الحكم بيلتزم السكوت وبيقول لك نركز في الخطا، وفي بعض الحكام لا كلم اللعيب بتاع بيستخدم بقى قوه الجسد. هنا دخل ما فيش اي حاجه، ادي حسام، عمرو عادل تاني البديل يوسف جمال، يا جو لكن ما ربطش في اي حاجه، توصل في النهايه رمي التمات. كلام كتير مع حكم اللقاء، طبعا مباراه بتجمع بين مجموعة حاجة من بني سويف على الأقصر وحكم القاهرة، مباراة داير على محافظات الجمهورية،
وبتتزع على تلفزيون النهار، يعني حاجة جميلة. الله على الروقان. وكرة القدم يا جماعة، وكرة استلام، وادي التصويب، ولكن فين توصل عند الحارس؟ صحوا يا جماعة، صحوا يا جماعة النايمين، صحوهم صحوهم بالتسديدات والعرضيات والمساحات والإمكانيات، صحوا الناس دي وروقونا بمتعة كرة قدم حقيقية. كرة ناحية اليمين، لكن تولد توصل في النهاية إلى رمي التماس. اللقاء زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله يعني هيكون لي مردود إيجابي على اللعبة اللي بتلعب دي، إن إحنا هنشوف حاجة فيما بعد في مجال كرة القدم، في إمكانيات هؤلاء اللعيبة. يعني اللعيبة عندهم إمكانيات عالية أوي أوي أوي، يعجبوك جدا جدا، ولعيبة عندهم إمكانيات حلوة للغاية. كرة من ناحية اليمين عند محمد عبد المنعم لمصطفى بليا، بليا لكن حتى الآن ولا هو بليا ولا طقاش في اللقطة دي، لسه هو محتاج إيه مش عارف. أمامية تاني، مقطوعة يقف على كورته، توصل عند حسام اللاعب لسه نازل، بس حسام على فكرة باك ليفت حاجة محترمة أوي أوي، حاجة محترمة. حسام بيلعب ليوسف جمال، يوسف راح على عطية النشوي، كان لعب مع الأسيوطي وطلع معاهم صعد معاهم ورجع مشي، وبعد كده رجع تاني وغاب ومشي السيد السعدوني، اللاعب اللي كان عنده بقى كلام كتير السيد السعدوني من الباك ليفت اللي لعب في أكتر من مكان السيد السعدوني، إيش إسماعيلي على بترول أسيوط على النصر على دجلة على فرق تقيلة، لعيب عنده سي في قوي، فرقة باوك بلجيكا مع فرقة أحد فرق اللي هي بتكون تابعة لنادي وادي دجلة. نهاية المطاف مصر للتأمين، وهنا هنا ما هو تواجد في الأسيوطي، لكن تم الاستغناء عنه في بداية شهر يناير. اللاعب السيد السعدون، أدي كرة ملعوبة تاني ناحية الشمال عند اللاعب عمرو، أدي عمرو أمامية لجو، جو في لعيب واه يوسف جمال، لكن هيقوم ولا ايه وليد عادل، لكن بيطلع يا سلام على الروح، بتوصل هناك عند الحكم الرابع، والله خبطت في الحكم الرابع لكن وقع يوسف، لاعب وليد عادل، توصل في النهايه لرمي التماس. بنلعب بقى مشاهدينا الكرام في الدقيقه 30 من الشوط الثاني، نص ساعه مرت على احداث هذا اللقاء، 30 دقيقه في احداث الشوط الثاني. هذه كرة أمامية توصل، المزاين هيعمل إيه؟ فاضل مازال الأسيوطي متقدم بهدفين مقابل شيء، بيثبت للجميع الدوري الممتاز حتى الآن، واللي هو بيمشي بخطى ثابتة ثابتة حول القمة حول القمة. لكن والله لما المجموعة بقت لما الصعيد يا جماعة اتقسم وبقينا بنشوف ثلاث مجاميع، بقت الحاجة محترمة قوي، والمساحات بقى والإمكانيات. أدي وليد، بص وليد بيلعب أمامية، وليد عند يوسف، يوسف يوسف يقف على كورته، أدي يوسف هيعمل إيه؟ يوسف يلعب لوليد، وليد 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 وليد، يا وليد يا وليد من أساك عليك يا وليد، يا وليد من أساك على التسديدة، لكن والله خبطت توصل في النهاية لركلة ركنية، لكن خبطت توصل في النهاية ركلة ركنية. وليد استخدم القوة، وليد استخدم القوة توصل في النهاية إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اعتقد هيكون في تغيير ولا ايه؟ شايف على الخطوط اللاعب رقم 25 اللاعب احمد حمدي، ده سكند سترايكر برضو، لعيب بيلعب مهاجم بيلعب اماميه، لكن لسه تاني يطلع الحارس، لكن والله امرك عجيب يا امرك عجيب، الله انت امرك عجيب يا وائل يا حمدي، بتعمل حاجات في حاجات غلط، ده انت لو معمول لك سحر مش هيحصل لك كده يا وائل، ده انت لو معمول لك سحر يا راجل، ده ايه ده؟ صعب قوي صعب قوي، في اهداف تسال عنه، واللي يسال اخطر بقى المدرب الحراس. مين مدرب الحراس لفريق المدينه المنوره؟ اقول لحضراتكم عند اول توقف مين مدرب الحراس، اللي يسال بشكل كبير عن الامكانيات دي وعن النظره دي للاعب وائل حمدي، اللي النهارده ما بيقدرش الكور بشكل ايجابي. مدرب حراس النهارده لفريق المدينه المنوره اعتقد هو فعلا الكابتن شوقي عيد، كابتن شوقي عيد هو مدرب الحراس، لسه جبنا اسمه حضراتكم، شوقي عيد النهارده يعني لا كلام كتير حول اداء الحراس وخروج حسام حسن ونزول احمد حمدي، احمد حمدي النهارده نزل، هل بقى هيفتح بقى نفق ولا هيعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه، وهيكون بقى يعني ضد القتال ده، وخروج حسام حسن حكم الرابع النهارده السيد فرج. كره تاني من نص الملعب تحضير، أمامية تاني ملعوبة عند اللاعب وليد حمدي،
ملعوبه اماميه. حسام، حسام بيلعب كوره من ناحيه الشمال خطيره، ادي يوسف، يوسف وادي العرضيه، ادي العرضيه، لكن لسه والله، لسه والله الامكانيات. كره ملعوبه اماميه تاني، لكن في لعيب واقع على الارض. ده اللي بنشوفه في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، في لعيب واقع في الارض. يا سلامات، يا ساتر يا ساتر، في لعيب واقع على الارض. اللاعب اعتقد اللاعب وليد عادل صاحب الهدف الثاني. وليد النهارده واقع على الارض، بنتمنى له السلامه. لكن المباراه على كل مشاهدينا الكرام، النتيجه حتى الان هدفين مقابل لا شيء. محمد عبد المنعم ووليد عادل هنا في احداث هذا اللقاء المثير الذي يجمع بين فريق الاسيوطي والمدينه المنوره هنا في منتجع الاسيوطي عبر شاشه تلفزيون النهار. ونتيجه حتى الان التقدم بهدفين مقابل لا شيء، وعلى الارض بنتمنى له السلامه. طبعا هو هيعالج خارج الخطوط، لان امتى ان هو اللاعب يعالج في ارضيه الملعب اما يكون هناك يعني خطا يستوجب الانذار، فبالتالي ان هو اللاعب يعالج زيه زي حارس المرمى. والقانون قال لك ان هو خلاها بضع دقائق، يعني ما فتحش الوقت، يعني لبضع حسب تقدير الحكم، يعني اللاعب ما طولش قوي، لو طول ممكن يخرج يتعالج بره. لكن في الحاله دي هو بقى وليد واقع على الارض، لا ينزل ملعب ده، ولا وليد ولا محمد عادل اللي هو واقع على الارض. اعتقد اللاعب رقم 24 ده احمد فتحي. سلامات يا ابو حميد، سلامات، ادي احمد فتحي النهارده واقع على الارض. كرة أمامية ملعوبة تاني. ملعوبة تاني عند وليد حارس المرمى، بيلعب أمامية تاني، توصل عند أحمد حمدي اللاعب اللي لسه نازل بيطالب بخطأ. أحمد حمدي أحمد حمدي بيلعب أمامية، توصل عند يوسف، يوسف جمال، يوسف بيلعب أمامية، يوسف أمامية تاني. لسه اللقاء زي ما قلت لحضراتكم هو لقاء مثير ولقاء متابعي تلفزيون النهار في كل مكان. ملعوبة ناحية اليمين عند اللاعب رقم 7، لاعب رقم 7 مصطفى لوكا، لوكا تاني تحضير. أدي هيثم، هيثم لأحمد حمدي، أدي أحمد حمدي تحضير. ادي مصطفى لوكا، مصطفى بيعدي بشكل حلو، مصطفى لوكا وادي العرضيه، لكن لسه تاني ملعوبه تاني اماميه تاني. اللقاء حلو والمباراه حتى الان مشاهدينا الكرام مثيره. هجمه مرتده، يوسف في المساحه الفاضيه، يوسف ومعاه وليد، يوسف جمال، يوسف لعيب عنده امكانيات، يوسف وقف لوليد عادل، وليد لكن في خطا، فعلا في خطا، فاول وركله حره مباشره مشاهدينا الكرام مشاهدي تلفزيون النهار. فاول، ركلة حرة مباشرة، بنلعب في الدقيقة 37 مشاهدينا الكرام، وفي خطأ هنا من أحد البقاع السحرية في الملعب. وليد عادل أدي بيلعب الأمامية، اللاعب رقم 17 توصل في النهاية تدخل، أدي وليد وفي خطأ، برافو حكم اللقاء، موجود بشكل حلو، وفي فاول وركلة حرة مباشرة بيحسبها عمرو أحمد الشناوي. وليد عادل طبعا دي برضو من أحد البقاع السحرية في الملعب، من الكور اللي انت يعني المهاجمين او اللعيبه اصحاب الحضور الذهني او الحضور الايجابي في الكرات اللي زي دي، يقدر ان هو يعمل لك خطوه ايجابيه من خلال كره زي دي، ويقدر ان هو يصنع لك الفارق. كره على التنفيذ، شايف في ثلاثه، شايف اللاعب رقم 17 معتز محروس المتخصص في الدورات الثابته، ووليد عادل ومصطفى بليا. ادي وليد عادل واللاعب رقم 15 محمد عبد المنعم، وليد عادل ومحمد عبد المنعم ومين تاني؟ ومصطفى بلي، بس اعتقد هيسيبوها لمحمد، ممكن هات بقى باص وكده ولا ايه، ولا يعملها. لا ده ما فين يا راجل؟ كانت ليك بقى، كانت عايزه تعلى سنه يا محمد، طبعا التعبير مجازي، لكن هو تسديده بعيده خالص يا محمد، في النهايه توصل الى ركله مرمى. النتيجه حتى الان مشاهدي تلفزيون النهار 2 لا شيء، ودي والشوط الاول يعني افضل نسبيا من احداث الشوط الاول من الجانب الفني. هل بقى عشان الشوط الثاني المجهود البدني اقل ولا ايه؟ لكن لسه هنشوف، ده احنا لسه بنلعب يعني في الدقيقه داخلين على الدقيقه 39، والاسيوطي مره يفاجئنا وحسام حسن مره يضيع لاعب فريق المدينه المنوره،
لكن على كل اطار اللقاء مميز ومباراه حلوه. يعني كره ناحيه اليمين مصطفى لوكا، مصطفى بيلعب بالنار، بلاش يا مصطفى الحاجات دي فعلا. توصل لعادل، عادل عايز يعدي، عادل لكن عدى ما عداش. توصل في النهايه الى ايه؟ توصل عند اللاعب صاحب الانذار محمد ثروت. هيثم اللاعب رقم 22. ادي عرض بيلعب ناحيه اليمين، توصل عند اللاعب رقم 30 هيثم شعبان. هيثم تاني عند اللاعب رقم 20. اللاعب بقى اللي لسه بقى نازل حضراتكم، يعني عمرو الجبلاوي الديفندر اللي لسه نازل. توصل امامي يوسف جمال، مقطوعه يوسف. توصل تاني، بيشتت كده مين يقابل. ادي اهو جاي الكابيتانو صاحب الانذار اللاعب رقم 4 محمد ثروت. ثروت تاني، محمد ثروت يقف على كورته، هيدور يدي لمين؟ لا والله ده احمد حمدي، ده احمد حمدي، واحمد حمدي لسه نازل. يعني هو في شبه كده يا جماعه، يعني لاعب 25 و4 الاثنين نفس الستايل، من بعيد تحس ان ده محمد عادل، لكن يعني زي يقول لك انا كريم مش كرم كده، فاهم؟ اماميه تاني فيهم شبه من بعض، لكن ملعوبه تاني عند هيثم بيحط جسمه، لعب كويس والله. ملعوبه بس اعتقد في تسلل، الله على المساعد، يا سلام انا شايفه من هنا. زي ما القانون بيقول لك يعاقب اللاعب بركله حره غير مباشره. من ضمن امتى ينفذ الركله بحره غير مباشره؟ لما يكون في موقف تسلل. وامتى يعاقب اللاعب بالتسلل؟ اذا كان اقرب الى خط مرمى الخصوم. شالوا الخصوم في القانون الجديد، قال لك اذا كان اقرب الى خط مرمى المنافسين كلا من الكره واخر تاني لاعب من الفريق المنافس وشارك في اللعب الفعال. وشارك، هو فعلا شارك، والكره فعلا الى رمي، الى ركله حره غير مباشره. وبرافو المساعد، انا شايفها من هنا، لانه هو بيباصي كان اتاخر راح راجع تاني، بالتالي بقى الكره طلعت خلاص. طالما طلعت مفيش رجوع، طالما طلع اللعيب بقى باص خلاص. كره تاني، ادي هيثم بيلعب ناحيه الشمال عند اللاعب حسام. خلي بالكم من اللعيبه اللي عندهم امكانيات خاصه جدا من الجانب الايسر. ادي هيثم لعيبه يا جماعه، الكره عنده لها ثمن. هيثم ده اللعيب اللي بيطلع الكره لها ثمن قوي، وبخيل على كورته بلغه الكوره، ما يطلعش لاي حد الا لما يكون في ايه، امتى يستسلم ده نادر قوي لما تلاقي كده. فلذلك اللعيب اللي زي هيثم ده، اللعيب اللي عنده ثمن ده، تفرح له قوي. كذلك برضو عنتر هنا في الاسيوط، اللاعب اللي خرج، اللعيب عنده الكره عنده لها ثمن والله. كره تاني يقف على كورته، ادي اماميه عند اللاعب رقم 14 ملعوبه وليد عادل. وليد ناحيه اليمين، محمد عبد المنعم بيلعب لجو. ادي جو، هو اسمه يوسف بس بيقولوا له يا جو. تدري يا جو الغزاله اللي صيده؟ لا، كان افيه كده مع حبه هنيدي، لكن يلا يا جو. ادي حسام تاني هيعدي حسام ولا ايه؟ حسام وقف له، قفل عليه مصطفى لوكا بشكل حلو. برافو يا لوكا قفل عليه بشكل حلو. توصل، هل ده بقى احمد حمدي؟ لا ده ثروت بقى المره دي عشان ما نتلخبطش. ادي لوكا اماميه عند احمد حمدي فتح شوارع احمد حمدي. هيدور يدي لمين؟ لاعب اماميه، كان فين؟ يمسيك بالخير يا حسام، يا حسن يمسيك بالخير. حسام حسن المهاجم اللي كان معاهم اللي خرج، لكن في والله تغيير في الدقيقه 41 ولا 42، في الدقيقه 42 نزول اللاعب محمد صلاح وخروج اعتقد اللاعب مين، اهو بيقول له اطلع من هنا، بخرج من هنا. ما احنا ممكن برضو عمرو يخرج برضو من هنا برضو ونضيف وقت ضايع، لكن محمود صلاح اللاعب رقم 11. محمد صلاح نجمنا طبعا اللي بيلعب في اس روما، لاعب العقد 64 مليون يورو في مدار السنوات اللي هيكون موجود معاه خلال عقده، 64 مليون يورو، لكن سنويا مش 64، سنويا 6 مليون يورو. لا يبقى 6 مليون، لا يبقى ممكن 64 مليون يورو، ده ما اعرفش الفتره قد ايه، بس انا اعرف ان هو بياخد 64 مليون يورو. اماميه تاني، عقد اللاعب ممكن بقى يكون مقسم على 3 سنوات. أصل أنا قريت قبل كده إن هو كان بياخد 6 مليون يورو في العام، بس إزاي 6 مليون يورو يعني وهياخد 14، يعني مدى 14 سنة، فصعبة يعني. أدي محمود صلاح، نرجع تاني لصلاح، لعيب كويس محمود صلاح، بينفع بيه في الدقيقة 42 مشاهدي تلفزيون النهار في كل مكان. مشاهدي تلفزيون النهار في كل مكان، المباراة حتى الآن هي مباراة جميلة للغاية، وأداء عالي في مباراة حتى الآن من أفضل مباريات هذا الأسبوع أتوقع كذلك. لأن هي بتجمع مع فريق يعني ما عندوش هزار ولا عنده كلام كتير غير الأهداف، لغته هي اللغة الأهداف. أدي لوكا،
مصطفى لوكا بيلعب ناحيه اليمين عند هيثم. هيثم اللي بيلعب النهارده مباراه خماسيه، بمعنى ان هو مش مطبق قانون في موضوع اللي هو الزي القانوني من جانب الجوره، لكن ملعوبه ادي خطيره 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 خطيره، عدى وهوبا. الله 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 يا بابا، يا عيني يا عيني عليك، الله يا سلام يا سلام يا سلام، الله عليك الله عليك. والهدف للاعب رقم 22 يا عمرو يا ابو القاسم، الله ده قسم بقى، زبطني زبطني يا عمرو، الله يا عمرو الله يا عمرو، كيف اللعيبه، هدف جميل، الله عمرو ابو القاسم عدى بشكل حلو، بيرقص ويحط الهدف الاول 2-1 2-1، واللقاء هت ايه هتحلو بقى كده كده بقى. خلي بالك بقى الاسيوطي، خلي بالك الاسيوطي ممكن يقول لك انا متقدم ولا ايه، لكن لسه تاني خطيره. المدينه بيلعب العرضيه، لكن والله يا محمد يا ثروت، هدف حلو قوي، هدف في الدقيقه كام، هدف في الدقيقه 44 هدف في الدقيقه 44 مش معقول. الله الله على الهدف، يا سلام على متعه كره القدم. كره ملعوبه اماميه توصل في النهايه لتماس لوكا، المدينه المنوره، شوف بقى كره القدم، بص بقى كده المباراه كهربت كده، في فاول، ركله حره غير مباشره، وهل يا ترى هيدي انذار ولا ايه؟ هيدي انذار ليوسف. طب ازاي انذار؟ هو بقى عنده الكلام، قال لك هو في طور، بس في هل دي ركله حره غير مباشره؟ ان اللاعب ينزل بدماغه تحت، مش منطقي ان اللاعب ينزل، يبقى هنا اصبح ما فيش ركله حره غير مباشره على اللاعب اللي نزل تحت، لان هو اللي نزل بدماغه تحت، فاصبح ان هو يشيل الخطا بتاعه، ما يبقاش على اللاعب اللي هو عمل، اللي هو يا عيني مظلوم لعب برجليه تحت عشان ياخد الكوره، التاني انزل له، طب انا اعمل له ايه؟ يبقى فاول عليا وانذار، لا دي صعب. ممكن يكون فيه رؤيه لعمرو احمد الشناوي، لكن الواحد بيقول ليه؟ يعني احنا بنثني على عمرو ونقول عليه كويس، لكن بنقول الحق في اللعبه زي دي. ادي تسديده توصل في النهايه الى ركله مرمى، الدنيا صعبت بقى، والمباراه هنشوف كام دقيقه وقت ضايع. هنشوف كام دقيقة وقت ضايع لحد دلوقتي. ادي كام دقيقة؟ أربع دقايق بيحسبوا محكم اللقاء، أربع دقايق منطقية، أربع دقايق. في أوروبا يا جماعة الثلاث دقايق اسطمبة واحدة. فاول، ركلة حرة مباشرة، برافو عمرو، توصل للوكا. يا ساتر بقى لو الدنيا كهربت، ثلاث أهداف في لقاء ممتع للغاية. يا عيني عليك، يا سلام يا عمرو أبو القاسم لما بتحط هدف حلو. عمرو ابو القاسم اللاعب رقم 22 اللي حط هدف حلو، رقص وحط جول حلو. كره لرامي التماس، الاسيوطي حتى الان متقدم بهدفين مقابل هدف، مشاهدينا الكرام. طبعا اماميه تاني، ادي لوكا ملعوبه، ادي عادل، ادي يوسف، خطيره يوسف، ايه ده يوسف؟ اللعب العرضيه، لكن تسا تاني، ولا الركنيه، ولا ركله مرمى، ركله مرمى. انا قلت ايه ده يوسف، الكره لفت لبره، والله لفت لبره يعني، بس انا شفتها كده، لكن ورا يعني الواحد اتخيلها غلط، بس لا، لكن والله حلوه، لعبها عرضيه لكن خطيره تاني. ملعوبه توصل في النهايه لركله مرمى، ترجع للدفاع تحضير، اقوى اربع دقائق في تاريخ كوكب الارض، بمعنى صح اقوى اربع دقائق من ناحيه ايه بقى؟ الاثاره، لان الفرقه بقت 2-1، وهي بتكون كده نتيجة ال 2-1 بتكون فيها الدنيا متأرجحة كده. بنلعب في الدقيقة 47 ناقص دقيقتين على انتهاء هذا اللقاء، 47 دقيقة أحبائي الكرام، أربع دقايق أضافهم حكم هذا اللقاء. كرة تاني ناحية اليمين، أدي أمامية وليد، لسه خطيرة ولكن توصل من أحمد حمدي، توصل عند اللاعب شريف مدحت حارس المرمى. شريف مدحت، اللقاء مثير واللقاء ممتع حتى الان، اللقاء ممتع. توصل تاني اماميه، لكن في دفعه، فاول، ركله حره مباشره. لسه الاماني ممكنه هنا في هذا اللقاء، فاول وركله حره مباشره للاعب رقم 14 نبيل دونجا. ادي نبيل بيلعب اماميه عند حسام محمد عبد المنعم، هتوصل في النهايه لكن والله ما خرجتش، لسه تاني. ادي نبيل دونجا، نبيل بيلعب تاني تحضير من ناحيه الشمال لليمين، اماميه ملعوبه، لكن طالع في ايه؟ لكن في فاول، لا الصفاره دي يبقى هو فاول،
بس التقطيع ده انا حسيت ان هو وقف اللعب، لكن هو في فاول في لعيب واقع لا اعتقد، لكن في ايه هيدي ايه هيدي انذار، هيدي انذار، انذار ناتج عن ايه؟ ممكن يكون في دخل يعني بالقوه يعني، في فاول وركله حره مباشره، فاول طالما اللاعب نزل له على فكره ممكن يتعالج ويفضل، يعني يتعالج ويفضل، يتعالج ويفضل، لكن بصوا العلاج الطبي بشكل حلو، نزل عمل كده لف حوالين التراك وطلع تاني، حلو مشروع جميل، توصل تاني فاول ملعوب اماميه تاني خطيره، توصل عند محمد ثروت، نلعب في الدقيقه 48 لسه 10 ثواني، لسه 10 ثواني، لقاء ايه اللقاء ايه ده لسه، لكن في فاول، في فاول وركله حره مباشره، واعتقد في انذار، في انذار، في انذار، انذار عند اللاعب اعتقد مين يا جماعه مش شايفين لاعب رقم كام اللي واخد انذار، اعتقد ده ممكن يكون مين، ممكن يكون شبانه ولا ايه، لسه هنشوف، فاول اخر لعبه في احداث اللقاء، ادي العرضيه ملعوبه، العرضيه ولكن معديه توصل في النهايه الى ركله مرمى، انتهى معتز محروس هو صاحب الانذار، انتهى احداث هذا اللقاء بفوز الاسيوطي بهدفين مقابل هدف. مشاهدينا الكرام نلتقي في مباراه اخرى، تقبلوا تحياتي معلق اللقاء محمود السعدوني.